بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يمكن خلاص الايام الكريمه، ايام شهر رمضان الكريم، بتجري بسرعه، بنتكلم في ايام قليله جدا وينتهي هذا الشهر المبارك. كل سنه وكل الشعب المصري والامه الاسلاميه بخير دايما يا رب. حلقه النهارده حلقه فيها تفاصيل وكواليس مهمه جدا، وهنفتح فيها بعض الملفات بناء على الأخبار الموجودة بالتأكيد في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، خاصة أن النادي الأهلي مقبل على فترة مهمة جدا، سواء محلية مباراة نادي الزمالك يوم الاثنين القادم، ومشوار إفريقي مهم ذهاب وإياب مع نادي سان داونز بطل جنوب إفريقيا في مرحلة الدور الثمانية، مرحلة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. كذلك مسألة طلب النادي الأهلي حكام أجانب في المرحلة القادمة، وعندنا النهاردة تفاصيل في هذا الملف ومفاجآت وإحصائيات أعتقد هتبقى مفاجأة لاتحاد الكرة ولجنة الحكام. بالإضافة إلى ذلك كمان عندنا النهاردة ضيوف مهمين في ختام فقرة الانترو، هنقدمهم لكل السادة المشاهدين. النهاردة فقرة أعتقد مهمة جدا والكل بالتأكيد هيكون حريص على متابعتها، لكن في البداية برحب بالتأكيد بزميلي أمير هشام اللي بيشاركني النهاردة في حلقة برنامج الأهلي في رمضان. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك يا محمد، مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما قال زميلي محمد سعيد كده، هي دايما حلقاتنا في رمضان حلقات بتكون مهمة ومميزة، وطبقا للحدث الأبرز على مدار الأيام الحالية، بالتالي هيكون عندنا كلام كتير جدا مهم ومفاجآت أيضا كتيرة مهمة هنتكلم فيها بخصوص النادي الأهلي وبخصوص الأحداث اللي بتحصل حوالين النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. وبالتأكيد بتأكيد هي أحد أهم فترات النادي الأهلي على مدار الموسم من حيث الجانب التنافسي، بتنافس على بطولة الدوري في منافسة قوية جدا مع نادي الزمالك، عندك دوري أبطال أفريقيا مباراتي سان داونز، وكمان تختم الشهر ده بإذن الله يوم 28 مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي. نفسنا جدا الأهلي يخرج بكل المكاسب من الشهر الصعب ده، خصوصا في ظل المباريات المضغوطة وفي ظل غياب عدد من اللاعبين المؤثرين عن النادي الأهلي، لكن في كل الأحوال الأهلي ماشي بشكل جيد في مختلف البطولات، محتاج جدا جدا جمهور في هذه الفترة الحساسة جدا من الموسم. دايما جمهور النادي الأهلي بيكون موجود في الوقت المطالب فيه ان هو يساند فيه الفرقة، فبالتالي كلنا دعم ومساندة للاعبي النادي الأهلي في هذه الفترة الصعبة. وعندنا حديث كتير جدا، بالتحديد زي ما قال محمد كده ملف التحكيم، والأهلي للأسف يا محمد بيعاني منه بشكل كبير جدا، سواء في مبارياته هو او حتى مباريات غيره، يعني خصوصا انت مثلا عندك بعض المنافسين بيتم مجاملتهم بشكل او باخر وطريقه غريبه جدا جدا، واحنا مش بنتكلم كده وخلاص، احنا هنتكلم بدلائل وحقائق هتتعرض معانا على مدار الحلقه يا محمد. بالتاكيد يا امير، والدلائل والحقائق كمان انت مش بتتكلم في اخطاء تحكيميه، ده انت بتتكلم في معايير اختيار الحكام بالزبط في مباريات الاهلي عبر 18 مباراه. انتوا يا جماعه بتلعبوا دوري، المفروض الدوري ده بيتصرف عليه مليارات مش ملايين، وطالما الدوري المصري دوري محترفين بتلعب فيه أندية محترفة وعقود مع لاعبين محترفين وعندك حكام دوليين، لازم بالتأكيد المنظومة التحكيمية تكون على نفس القدر من الاحترافية في تطبيق المعايير بخصوص الفار، بخصوص تعيينات الحكام، بخصوص أداء الحكام خلال مباريات هذا العام. لذلك الأهلي لما بيطلب حكام أجانب هو مش بيطلب حكام أجانب عشان زي ما البعض قال لك انت ممكن تكون معاك فلوس فبتطلب وغيرك مش معاه فمش هيطلب، هي مش دي العدالة على فكرة، لا بالعكس، اي نادي بيطلب حكام اجانب طبقا للائحه يحق ليه ان هو يكون في مبارياته ادارتها حكام اجانب. اتحاد الكره طبيعي لازم يوافق، وحتى لو اعترض لازم لما يعترض يقول اعترض ليه، مش اعترض لان هو بيثق في التحكيم المصري، ما احنا كمان بنثق في التحكيم المصري، لكن هنا بقى الشعره الفاصله ما بيننا وبينك هي المعيار اللي على اساسه بتدي الحكام مباريات، وهل هؤلاء الحكام جاهزين ومؤهلين لاداره هذه المباريات؟ مش حكم صفارة بس، لا ده حكم تقنية الفيديو اللي النهاردة هنقول أرقام إحصائية مهمة صادمة لكل الناس، ومحدش هيتخيل الرقم اللي هيسمعه النهاردة بخصوص حكام تقنية الفيديو اللي موجودين في الدوري من أول أسبوع لغاية الأسبوع 18 أو 18 مباراة بالنسبة للأهلي. أمير، إيه المشكلة لما الأهلي يطلب حكام أجانب؟ طالما حاجة موجودة في اللائحة، بند موجود في اللائحة إن يحق لأي نادي إن هو يطلب حكام أجانب بس يتكفل بكل مصاريف الحكام، النادي الأهلي أعلن إن هو ما عندوش مشكلة إن هو يتكفل بالمصاريف، وبالتالي هو عايز حكام أجانب لأن هو شايف فيه أخطاء مبالغ فيها وأخطاء بتأثر على النادي الأهلي في مسيرته، وحاجات كلها واضحة، يعني الموضوع مش محتاج نقاش، وهنعرض برضو لحضراتكم حاجات كتير جدا جدا أكيد جمهور النادي الأهلي متذكرها بشكل كبير قوي.
فانا بصراحه برضه يا محمد وعايزك تتناقش معايا في الجزئيه دي. ما عجبنيش امبارح تصريحات احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه والعنجهيه اللي هو بيتكلم بيها، بيقول لك انا ما قريتش بيان النادي الاهلي. ايه البيان اللي انت بتقول لي عليه ده؟ في احد المداخلات في احدى القنوات التلفزيونيه قال له كويس ان انت بتقول لي البيان دلوقتي عشان ما اعرفش عنه حاجه. لا، لازم تكون عارف لما نادي كبير، اكبر نادي عندك في مصر واكبر نادي في الشرق الاوسط ونادي موجود في مصاف الانديه العالميه، لازم تكون مهتم بكل حرف، مش كلمه، بكل حرف يطلع عن النادي الاهلي. ما تتعاملش بعنجهيه، انت كده مش جامد يعني. من الاخر لازم تكون على قد المكان اللي انت متواجد فيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، اي حاجه تطلع من النادي الاهلي لازم تكون متابعها. وما انت شغلتك ايه؟ انت موجود هنا ليه؟ عشان تتكلم بعنجهيه وتتمنظر؟ ده كلام غير مطلوب ومش هيمشي مع النادي الاهلي اطلاقا. الكلام ده مش هيمشي مع النادي الاهلي اطلاقا. فانا مستغرب بصراحه. المفروض الناس في اتحاد الكره لما الاهلي يطلع بيان يدرسوا البيان ده، يشوفوا حقوق النادي الاهلي ايه طبقا للوائح. الاهلي ما بيتكلمش في حاجه مش موجوده في لوائح. الاهلي عايز حكام اجانب، يديله يا عم الحكام الاجانب، خصوصا ان هو عنده حق في كده، خصوصا ان هو بيتعرض لاخطاء كتير جدا جدا بتاثر على مسيرته في الدوري، ودي حاجه كلنا لامسينها. ولا يا محمد؟ اكيد يا امير، طبعا لامسينها بشكل كبير، لان كمان هنا بقى نتكلم في الاحصائيه. طيب النادي الاهلي يا جماعه حتى هذه اللحظه لعب 18 مباراه في الدوري العام. 18 مباراه يعني بمعنى ادق لو ضربنا 2 في 18، الاثنين دول اللي هو حكم تقنيه الفيديو اللي هو الفار وحكم ايه فار مساعد تقنيه الفيديو، احنا بنتكلم في حوالي 36 حكم. في حكام اتقرروا، فبالتالي في عدد الحكام اللي موجودين في تقنيه الفيديو في مباريات الاهلي ال 18 جه 27 حكم. طب هل ال 27 حكم دول هل حكام دوليين؟ هل حكام نزلوا حكموا في مباريات الدوري الممتاز؟ ما ممكن حد يرد عليا يقول لي بس معاه رخصه الفار. اوكي، ما اختلفتش معاك، هو معاه رخصه الفار لان هو اجتاز عدد ساعات الرخصه اللي بيطلبها مجلس الايفاب من الاتحاد الدولي لكل الاتحادات اللي عايزه تعمل تقنيه الفيديو. طيب من ضمن ال 27 كم حكم دولي وكم حكم حكم دوري ممتاز وكم حكم ما مسكش صفاره في الدوري الممتاز وما نزلش حكم في الملعب؟ هتتفاجئوا بالرقم ده. من ضمن ال 27 20 حكم ما مسكش صفاره ولا حكم في الدوري الممتاز ولا حكم في القسم الثاني، بل بالعكس معظمهم خرج في مباريات القسم الثالث في مشاكل كثيره جدا وفي حراسه الامن بعد نهايه المباريات. هل تتخيلوا في 18 مباراه للنادي الاهلي هذا العام في الدوري الممتاز 20 حكم في تقنيه الفيديو ما مسكش صفاره في الدوري الممتاز؟ حكم مش دولي وما حكمش دوري ممتاز ومش درجه تانية؟ هل ده يعقل؟ طب كم حكم دولي حكمه للاهلي؟ 5 حكام في تقنيه الفيديو. انا مش بتكلم على الملعب، انا بتكلم على تقنيه الفيديو اللي هي اخطر من حكم الملعب، لان حكم الملعب بياخد قرار حكم التقنيه او حكم غرفه الفار بينده يقول له تعالى راجع اللعبه دي، بيساعده. فبيساعده. طيب هنا حد يقول لي ما هو بيساعده وفي الاخر القرار لحكم الملعب. اوكي، بس لو تتذكروا في مباراه الاهلي والبنك الاهلي اللي اتلعبت في استاد الماكس في حرس الحدود، لما كان محمد سلامه ميدو احتسب الكوره هدف لصالح ايمن اشرف، جه عمرو احمد الشناوي في غرفه تقنيه الفيديو وقال له راجع اللعبه اعتقد فيها فاول. الحكم اتفرج عليها وشافها من زاويه معينه، وبالتالي معيار احتساب الهدف بالنسبه له بقت فيه مشكله واضطر يرجع في قراره ولغى الهدف. طب هل عمرو احمد الشناوي لما يكون موجود في تقنيه الفيديو قدامنا على الشاشه، هل هو موجود في تقنيه الفيديو ادى يعني، هل هو عنده خبره؟ هل هو حكم دولي او هل هو حكم معاه رخصه الملعب ان هو كحكم يحكم مباريات في الملعب كحكم صفاره؟ لا، كابتن عمرو احمد الشناوي كل مبارياته في القسم الثالث ومباريات قليله جدا في القسم الثاني. فبالتالي انت بتتكلم عن رقم، انا مش بتكلم بقى على اللعبه صح ولا اللعبه غلط، ده دي جزئيه المحللين كلهم اتكلموا فيها، وبعدها بفتره حتى في مباريات الاوروبيه اتكررت اللعبه دي كذا مره واتحسبت هدف يا امير. لكن هي الفكره زي ما بقول في الاحصائيه يا جماعه، معقوله انت بتتكلم في رقم صعب جدا؟ 27 حكم ما بين فار واي فار، منهم 20 حكم ما مسكش صفاره في الدوري الممتاز، في 9 حكام اتكرروا وفي 5 حكام دوليين من ضمن ال 27 كانوا موجودين في الفار. يعني الاهلي لعب 18 مباراه بتجيب له 5 حكام دوليين في غرفه تقنيه الفار بس؟ على فكره ان ال 20 الحكم التانيين اللي ما مسكوش صفاره في الدوري هم دول اللي ممكن معاهم رخصه الفار فيحكموا؟ لا، ما انت لازم لما تجيب لحكم دولي او لحكم كبير في الملعب تجيب له حكم في تقنيه الفيديو لازم تجيب له حكم دولي زيه، زي ما عملتها في ماتش الزمالك والاهلي بقى يا امير. بالظبط، لما جبت محمود البنا، محمود البنا هو اللي اختار حكم تقنيه الفيديو مش اللجنه اللي اختارت، ومحمود البنا طلع واعترف بده لان هم سالوه
تحب مين يكون معاك في غرفة تقنية الفيديو؟ ليه سألوا السؤال ده؟ لأن الحكام الدوليين في مبارياتهم في مباراة الأهلي تحديدا اشتكوا مرارا وتكرارا من أخطاء غرفة تقنية الفيديو، وإن في حكام كثيرين بيتعمدوا يعملوا مشاكل لزملائهم في الملعب، وبالتالي بتبقى في أخطاء تحكيمية بسببها بتحصل مشاكل في المباريات. فجي محمود البنا سألوه عايز مين؟ فقال أنا عايز محمد عادل. وهيحصل نفس الأمر في المباراة القادمة. طب في مباراة الدوري أنت معيارك إيه لما تجيب لي 27 حكم في غرفة الفار منهم 20 حكم ما مسكوش صفارة؟ هل ده يعقل؟ هما بس قضوا ساعات الفار بس التدريب على الفار بس خدوا الرخصه. يعني هو يا محمد انا وانت دلوقتي لو عايزين ناخد الساعات دي بتاعه الفار نبقى حكام فار عادي بالرغم ان احنا ما حكمناش ساحه قبل كده ولا مسكنا صفاره هل ده معيار حقيقي؟ هل ده معيار ينفع تدير من خلاله او ينفع ان انت تعين من خلاله حكام يكونوا في غرفه الفار يديروا مباريات كبيره في بطوله الدوري؟ وبالمناسبه الكلام بقى مش على الاهلي بس، ده الاخطاء موجوده في كل المباريات. فانت هنا فين مبدا حتى تكافؤ الفرص؟ فين مبدا الفير بلاي؟ انت كل المبادئ يعني خلاص فقدتها في الدوري المصري بشكل متعمد. واضح جدا ان هو بشكل متعمد لان الاخطاء متكرره. يعني حتى يا محمد ما فيش تطوير في اداء الحكام. احنا بقى لنا كام سنه بنتكلم على موضوع الحكام ومستواهم الفني ده بيتكرروا كتير جدا وبيتكرروا جدا. يعني تخيل انت، بص يا جماعه اسمعوا الرقم ده كمان، انت لعبت 18 مباراه في الدوري، 13 مباراة منهم الحكام اللي كانوا موجودين في غرفة تقنية الفيديو قسم تاني وتالت. هل تتخيلوا الأهلي بطل إفريقيا؟ لو أنت بتسكن وخلاص يعني أنت بتسكن الخانات يا سيدي. أنا مع الحكام قلبا وقالبا، بس أهلهم، حط لهم الأجواء اللي تناسب إن هم يديروا مباريات كبيرة لفرق كبيرة في الدوري المصري. بالزبط. النادي الأهلي بيلعب في دوري أبطال إفريقيا، خطط لهم طورهم وزي ما بتعمل محاضرات، عايز تعمل محاضرات للأندية عشان يعرفوا آخر التعديلات في التحكيم، لازم كمان تطور الحكام. هي الفكرة، أنا مش حضرت شفتات في غرفة التقنية عشان أخد الرخصة من الأيفاب. يعني أديك مثال يا أمير، أنا مثلا معايا عدد محمد كده، العلم في الراس مش في الكراسة. بالظبط. مش كده يا جماعة. بصوا يا جماعة، مباراة الأهلي وسموحة اللي كانت في استاد السلام واللي المفروض كان فيها طرد لحسام حسن قبل ما يحرز الهدف. فاكر اللعبة دي كانت قبل ما يحرز الهدف؟ مين اللي كان في غرفة تقنية الفيديو؟ سيد شعبان وصبر إبراهيم، معهمش إلا رخصة الفار فقط، معهمش رخصة الصفارة في الملعب، مش مؤهل إنه يدير مباريات في الدوري الممتاز. طيب أمام الزمالك كان محمد عادل ومحمود عاشور، إشمعنى؟ عشان مباراة كبيرة والكل هيتفرج عليها ويشوفها، ولا عشان تثبت وجهة نظرك ان الحكام المصريين قادرين على اداره مباراه القمه؟ ما هنا المعيار بالنسبه لك، انت عايز تثبت وجهه نظرك ومش مهم المنظومه تمشي صح ولا غلط. طيب مباراه الجيش وائل فرحان ومصطفى عثمان. وائل فرحان ما صفرش قبل كده خالص في الدوري الممتاز، ما حكمش ولا مباراه في الدوري الممتاز اصلا. مصطفى عثمان ما حكمش ولا مباراه في الدوري الممتاز. خد بقى المفاجاه اللي جايه دي، لان انا هقول لكم على اسم المفروض ده حكم دولي وراح بطولات دوليه. امام مباراه الاهلي ووادي دجله، حسام عزب حجاج، المباراة الشهيرة اللي كان لينا فيها ضربة جزاء أكيد. حسام عزب حجاج، نجل الكابتن عزب حجاج سكرتير اللجنة، ومحمود أبو الرجال. طيب أنت لما تسمع الاسم كده، محمود أبو الرجال ده حكم دولي وراح بطولات دولية وحكم في مباريات دولية فار، تحطه في هذه المباراة إيه فار؟ وحسام عزب حجاج اللي منزلش ولا مباراة حكم في الدوري الممتاز تحطه فار؟ إيه المقاييس اللي بتعين من خلالها؟ إزاي؟ حاجة غريبة قوي. خلينا بقى مباراه وادي دجله اللي كان فيها الخطا التحكيمي. اللي هيراجع حكم المباراه في هذه اللعبه، بصوا يا جماعه الفاول، بصوا ضربه جزاء واضحه، بيقول له خد تعالى هنا. اللي هيراجع الحكم في هذه اللعبه هو حسام عزب حجاج مش محمود ابو الرجال. ليه بقى؟ لان حسام عزب حجاج متعين فار مش متعين ايه فار. تمام. حكم الفار هنا هو الحكم الرئيسي في غرفه التقنيه، هو اللي يكلم الحكم الساحه في هذه اللعبه، هو اللي يتخاطب او هو اللي يكلم مع حكم المباراه في هذه اللعبه. لكن محمود ابو الرجال هو مساعد لحسام عزب حجاج، رغم ان محمود ابو الرجال ده حكم دولي وحكم مصنف من حكام تقنيه الفيديو الفار في المباريات الكبيره. يا جماعه انتوا، هي الفكره ان احنا نسكن حكم تقنيه عشان ياخد 3600 جنيه والمساعد ياخد 2500 جنيه وبس؟ هي مش جمعيه. هي الفكره ان احنا نعمل معايير ومقاييس في الاختيار. ولا لما اللجنه الثلاثيه اتعينت في بدايه عملها كان في اتجاه لالغاء التقنيه بسبب وجود مشاكل فنيه، ولما الانديه اعترضت قالت لا لازم تقنيه الفيديو تكمل، تعاقب بقى الانديه، قال لك بقى خلاص. طب خلاص عاقب الانديه، هو ده المستوى اللي عندي، ده الرساله اللي انت عايز توصلها للناس في النهايه. مش انتوا بتعترضوا؟ خلاص استحملوا بقى. هي دي الناس اللي خدت الرخصه الفار. اتفضلوا. 20 حكم ما نزلش في ملعب ولا صفر صفاره في الدوري الممتاز يتعينوا في مباريات الاهلي حكام فار. عرفت ليه الاهلي لما بيطلب حكام اجانب بيطلب ليه؟ لانه تعرض لظلم فادح، تعرض الاختلال في المعايير اللي على اساسها لجنه الحكام اشتغلت هذا الموسم مع النادي الاهلي في مباريات الدوري. اخطاء تحكيميه كانت واضحه في العديد من المباريات، واخطاء تحكيميه يعني تسببت في
خصم او يعني فقدان نقاط عديده للنادي الاهلي في بطوله الدوري. فبالتالي طيب. النادي الاهلي طبقا للائحه امير زي ما قال. ايوه طبعا انا عايز بس اقرا على الناس اللي اقرا البيان لان دي جزئيه مهمه. مش البيان، انا هقول لحضراتكم اللائحه اللي بتنص على احقيه اي نادي في ان هو يستقدم حكام اجانب طالما هو هيتكفل بمصاريف الحكم الاجنبي. قال لك ايه؟ قال لك في حال طلب اي نادي تعيين حكام اجانب لاي مباراه مشارك فيها ووافق الاتحاد على تلبيه طلبه يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والاقامه الخ بالعمله الاجنبيه. وده للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وده للنادي الاهلي ما عندوش اي اعتراض عليه وموافق وبيطالب بيه كمان قبل موعد المباراه باسبوعين على الاقل. حلو، ادي حاجه. تاني حاجه، يتحمل الاتحاد تكاليف استخدام حكام اجانب للمباريات الهامه ذات الحساسيه الجماهيريه لدواعي الامن العام والتي يحددها مجلس اداره الاتحاد، واللي هي مثلا زي مباراه الزمالك. لكن هم الناس عايزين ايه؟ يعني يساندوا التحكيم المصري، فقال لك لا احنا هنجيب حكام مصريين لمباريات الاهلي والزمالك. ورغم ان ده قرار فيه مجازفه كبيره جدا، لكن ماشي، بما ان المباراه الاولى نجحت نتمنى كمان المباراه الثانيه تنجح رغم ان التوقيت مش مناسب. لكن سيبك بقى من مباراه الاهلي والزمالك، احنا بنتكلم على المباريات الاخرى اللي الاهلي بيطالب فيها بحكام اجانب. انت ليه تمنعه من حقه؟ حاجه موجوده في اللائحه، ليه تقول للاهلي لا؟ الا لو انت ليك اهداف اخرى، ليك حاجات في ذهنك عايز تحققها، حاجات عايز تضر بيها مصلحه النادي اللي بيطلب. وانا مش بتكلم على الاهلي بس، لو حد اي نادي تاني عايز يطلب حكام اجانب ما يطلب، ما فيش مشكله طالما ده حقه. وطالما تحديدا يا محمد ان في اخطاء مبالغ فيها في معظم المباريات. هو الاهلي بس اللي اعترض؟ ده كله ده الاهلي اعترض، ده كله. وبيراميدز اعترض، ده في ناس عايزه تعيد ماتشات. ده بيراميدز نفسه بيعترض وسموحه اعترض وبيطالبوا اعاده ماتشات. يعني مش الاهلي بس، اطلع اعترف ان عندك مشاكل وما تقولش انا عندي مشاكل تحكيميه وبتحصل في كل العالم. لا، هي المشاكل هنا يا باشمهندس احمد مجاهد مش مشاكل فنيه، انت عندك مشاكل في المعايير وعندك مشاكل في المنظومه نفسها. انت حتى هذه اللحظه الحكام اللي موجودين في غرفه تقنيه الفيديو مش على نفس كفاءه مباريات الدوري. والاهلي بيصرف مليارات وعنده جماهير بالملايين، والجماهير دي بتحاسب النادي على كل بطوله وكل مباراه بيشارك فيها، فلازم تكون المنظومه كلها على قدر الحدث. اطلع اعترف ان انت عندك مشاكل في حكام تقنيه الفيديو واعترف بيها عشان الناس كلها تتقبل المشكله اللي عندك ونحاول نساعد بعض، لان احنا كلنا في منظومه واحده بنحاول نكمل بعض. انا قلت ارقام واحصائيات، لو الكابتن وجيه احمد او المهندس احمد مجاهد عنده تعليق عليها اهلا وسهلا بيه. هذه الارقام وهذه الاحصائيات من لجنه الحكام من خلال التعيينات الرسميه اللي تمت من الاسبوع الاول لغايه الاسبوع ال 18 في كل مباريات الاهلي، معايا الاسامي كامله من اول مباراه لاخر مباراه. في حكام في كل مباريات الاهلي فار وايه فار ما نزلوش دور ممتاز، وفي حكام دوليين بيتحطوا ايه فار. يعني هقول لكم على مثال كمان يا امير، ودي كانت مفاجاه. لما كابتن محمود البنا افضل حكم في مصر وافريقيا من وجهه نظري بصراحه، لما طلبوا منه يختار حكم بيثق فيه، اختار الكابتن محمد عادل. هل تتخيل ان المساعد للكابتن محمد عادل في غرفه تقنيه الفيديو هو الوحيد اللي معاه رخصه الفار الدوليه ومرشح لاولمبياد طوكيو؟ هو الوحيد من كل الحكام. من كل الحكام، تمام، مرشح لاولمبياد طوكيو. يعني الراجل رايح اولمبياد طوكيو كحكم تقنيه فيديو. الاولى في هذه المباراه تحطه ايه؟ فار، مش ايه فار. لكن هو عشان الكابتن محمود البنا بيثق في الكابتن محمد عادل فحطيت الكابتن محمد عادل. اذا انت عندك اختلال في المعايير الفنيه في غرفه التقنيه، وبالتالي الاهلي ما بيطلب حكام اجانب، احنا بنقول اهو من خلال ارقام واحصائيات ومعلومات رسميه، لحق النادي الاهلي يطلب حكام اجانب طبعاً. ومش بيتجنى على اللجنه الثلاثيه ولا بيتجنى على لجنه الحكام. عندك مشاكل فنيه وعندك مشاكل في المعايير وعندك مشاكل في لجنه الحكام واختيارها لغرفه التقنيه. طيب، وده امر مهم جدا يا محمد، واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان انت دايما لما تكون في حكام، الحكام دول اصلا يا جماعه عنصر اساسي في المنظومه، اي مباراه لازم تبقى بحكام، ده امر طبيعي. لكن انا مش مجرد بعين حكام وخلاص. طيب، انا عندي بعض الحكام مستواهم مثلا قليل، مش بعض، اغلب الحكام مستواهم قليل، ايه انا خطتي كاتحاد كوره عشان اطور مستوى او المستوى الفني للحكام دي؟ هل اعمل لهم معسكرات، اعمل لهم محاضرات، اكثف المحاضرات دي، اعمل مباريات ليهم، اشوف اي حل من الحلول اللي تقدر من خلالها تطور اداء الحكام؟ لكن بصراحه انا بشوف، واعتقد يا محمد تتفق معايا في الجزئيه دي، ان الحكام المميزين في الدوري المصري او الحكام المصريين المميزين اللي هم تقريبا 2 أو 3 بالكثير، ده من خلالهم، من خلال اجتهاد شخصي فقط منهم. يعني هم حكام كويسين عشان هم بيجتهدوا وبيشتغلوا على نفسهم وعايزين يطوروا من نفسهم، مش عشان في منظومه في ظهرهم بتساعدهم او منظومه في ظهرهم عايزه تطور من ادائهم. فده امر ملاحظ جدا، انت لازم تساند الحكام دي. احنا بالمناسبه عايزين الحكام المصريين يبقوا احسن حكام في الدنيا، وبالمناسبه برضو الناس تطلع تقول لك، المسؤولين يقول لك احنا عندنا افضل حكام في افريقيا هم الحكام المصريين. طب ايه الدليل على كده؟ باماره ايه؟ مفيش اي اماره.
الكلام وخلاص، ده ما فيش احسن منه. لكن انا اشتغل على ان اخلي حكامي هم افضل حكام في القاره الافريقيه، لكن مفيش اي شغل على ارض الواقع يا محمد بخصوص الجزئيه دي. واي حكم بيبقى كويس بيبقى اجتهاد شخصي فقط منه يعني. طيب النهارده يا جماعه احنا معانا ضيوف مهمين جدا، وطبعا كنا نوينا في بدايه الحلقه النهارده ضيوف من العيار الثقيل. طبعا النهارده بعد الفصل يعني في فصل هنطلعه ومعانا شويه اخبار، لكن قبل ما اطلع للفصل برضو عايز انوه النهارده عشان كل الناس تبقى متابعانا وعارفه، النهارده معانا وفد نادي سان داونز. وفد نادي سان داونز موجود في القاهره استعدادا لمباراه الاهلي بعد اسبوع ان شاء الله في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا. النهارده بيشرفنا في الفقره الحواريه الاستاذ خالد علي المنسق العام للامور اللوجستيه لنادي سان داونز، والكابتن غلام فالوديا محلل اداء وعضو الجهاز الفني لنادي سان داونز. دي الفقره الحواريه اللي الكل بالتاكيد هيكون حريص على متابعتها لان فيها تفاصيل ومعلومات مهمه جدا قبل مباراه الاهلي وسان داونز. لكن نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفي العديد من الاخبار المهمه جدا اللي تخص فريق الكره والشان المهم جدا قبل مباراه القمه. الاهلي طبعا مقبل على فتره زي ما احنا اتكلمنا، هي فتره مهمه جدا، ابتدت بمباراه الاتحاد الاخيره اللي قدر النادي الاهلي يتفوق فيها على فريق الاتحاد السكندري، هذا الفريق المميز جدا في الحقيقه بنتيجه 2-1، وبتكمل الفتره دي بعدد من المباريات بالتحديد 4 مباريات، داخلين على مباراه الزمالك بعد بكره ان شاء الله، مباراه غايه في الاهميه في بطوله الدوري وهي مباراه الدور الثاني. باذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، ياخد 3 نقاط جديده علشان باذن الله واحد احد يلعب مباراتين المؤجلين، فبالتالي يبقى الفرق مع نادي الزمالك ممكن يوصل ل5 نقاط. المنافسه صعبه طبعا، الفريق بيمر كمان بظروف بيتعرض ليها بشكل او باخر، سواء من حيث الاجهاد الاصابات الكلام ده كله، ضغط المباريات كمان، لكن رجاله النادي الاهلي قادرين باذن الله تعالى ان هم يتخطوا هذه المرحله. مباراه الزمالك غايه في الاهميه، مباراه قويه جدا وهي مباراه القمه بكل تاكيد. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن فريق النادي الاهلي اللي هيدخل بعد مران النهارده اللي بيجرى في هذه اللحظات معسكر مغلق قبل المباراه ب 48 ساعه، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد علشان يطمنا على كل الاخبار اللي بتخص فريق النادي الاهلي. اتفضل يا كريم. برحب بيك طبعا في البدايه زميلي امير هشام، وايضا كمان زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد بقى المباراه القادمه واجواء كلها تركيز مباراه الاهلي والزمالك بعد غد ان شاء الله باذن الله، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. فهذه المباراه هتفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. شفنا الاداء زميلي امير زميلي محمد بالنسبه لمباراه الاتحاد الاخيره، ويمكن 3 نقاط ساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا معنويا ان هم يكونوا في حاله تركيز كبير كنا بنتمناها تكون معانا في المباريات الماضيه. لكن زي ما احنا عارفين طبعا يعني سوء التوفيق طبعا وبعض الاخطاء التحكيميه اللي اثرت علينا بشكل كبير، لكن خلاص صفحه وبتتقفل وبنبص على اللي بعدها. عندنا تحدي كبير جدا وهي مباراه الاهلي والزمالك اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا. موسيماني كمان المدير الفني لفريق النادي الاهلي يقرا المنافس بشكل كبير جدا، نقاط القوه والضعف والثغرات كل الامور دي بيشتغل عليها بشكل كبير النهارده بالنسبه لاول تدريب للنادي الاهلي. عايز اقول لك طبعا زميلي امير زميلي محمد ان التدريب مغلق اعلاميا تماما، ده قرار مهم جدا وقرار بيكون في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الجهاز الفني. فرض السيطره وفرض التركيز وان انت تدخل معسكر مغلق قبل المباراه ب 48 ساعه ده امر مهم جدا لفرض مزيد من التركيز، لان المباراه حساسه ومهمه جدا. لان انت عارف امير وعارف يا محمد خلاص احنا هنخلص مباراه الزمالك وعندنا يعني فصل تام بقى للبطوله الافريقيه ومباراه غايه في الاهميه ايضا وغايه في القوه هي مباراه سان داونز. لكن ان شاء الله باذن الله تركيزنا الاقوى والاهم يكون في مباراه بطوله الدوري العام، ثم ننتقل بدوافع جديده وايضا كمان برغبه كبيره جدا لكل اللاعبين في مباراه البطوله الافريقيه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. تدريب مغلق النهارده لكن من الواضح اكيد التركيز الكبير، بنشوف اللعيبه وبنحس وبنشوف الاداء مع لعيبه النادي الاهلي، بنعرف اهميه الموقف واهميه الفتره الحساسه اللي احنا متواجدين فيها. تركيز اللاعبين مهم جدا، ويمكن خلاص بقى موسيماني هيتكلم في كل النقاط الخاصه بالرغبه وبالدوافع وبكل الامور دي، لكن ان شاء الله بنتمنى نكون موفقين اليوم ده 90 دقيقه مهمه جدا مع النادي الاهلي في بطوله الدوري قبل البطوله الافريقيه. يمكن ده ما يخص الفريق كره القدم بالنادي الاهلي. وعايز اكد كمان على نقطه مهمه جدا وهو حرص الكابتن محمود الخطيب الدائم على المسانده. رسائل بتكون بسيطه جدا لكن احنا عارفين اي مباراه مهمه وجود الكابتن محمود الخطيب لرؤيته فقط لغير اللاعبين او اللعيبه ان هي تشوفه خارج الخطوط، ده بتزود رساله كبيره جدا وبيكون ليها مردود كبير في المستطيل الاخضر. بنتمنى ان شاء الله ان التواجد الكابتن محمود الخطيب في ارض الملعب النهارده في التدريب قبل الاخير لفريق النادي الاهلي تكون رسالته واضحه جدا للجهاز الفني وللاعبين. ايضا كمان النقطه الخاصه جدا
الكابتن محمود الخطيب النهارده مع زيارته لعيبه النادي الاهلي. تواجد كمان النهارده مع المدير الفني الجديد لفريق كره السله رجال وهو طبعا ماريو بالما بحضور الكابتن رؤوف عبد القادر وايضا كمان الكابتن طارق الغنام. جلسه مهمه جدا طبعا، يمكن الراجل بيدي الثقه الكبيره لايضا ماريو بالما طبعا المدير الفني، يمكن الراجل السي في بتاعه مشرف ومميز جدا. طبعا شكرنا الكابتن اشرف توفيق ويمكن وجه له الشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل على كل الدور اللي قام به خلال الفتره الماضيه، وجدد بشكل كبير جدا الدوافع لماريو بالما المدير الفني الجديد اللي عليه امال كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي ان احنا نرجع بقى بفريق السله من جديد للبطولات والانتصارات. كان سوء توفيق كبير وبعض النتائج يمكن اثرت علينا خلال الفتره الماضيه، لكن خلاص نقطه ومن اول السطر ان شاء الله باذن الله الجهاز الفني بالكامل مع ماريو بالما المدير الفني لفريق رجال كره السله يقدروا يحققوا احلام جمهور النادي الاهلي، بطوله الدوري، بطوله الكاس، كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. زميلي امير، زميلي محمد، بنتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون في قمه تركيزها النهارده ان شاء الله، يكون تدريب ومعسكر مباشره احد الفنادق القريبه جدا من استاد القاهره، هيعود النادي الاهلي غدا لايضا كمان التدريب الاخير ثم خلاص العوده الى فندق الاقامه واستعداد بكل قوه لمباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون ان شاء الله يوم 10 على استاد القاهره. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، دعوات كل جمهور النادي الاهلي، ثقتنا كبيره في الجهاز الفني، ثقتنا كبيره في اللاعبين ان شاء الله باذن الله. توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا ونقدر نحقق 3 نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير في بطوله الدوري العام ومنها ان شاء الله للبطوله الافريقيه. لكن في هذه اللحظات عوده الاستوديو زميلي امير هشام وزميلي محمد سعيد. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي قال لنا كل الاخبار اللي تتعلق بالنادي بشكل عام، بالتحديد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وايضا بالتحديد فيما يتعلق بفريق كره السله. عجبني جدا مسانده الكابتن محمود الخطيب اللي دايما بيكون موجود في الموعد ودايما بيكون مؤازر ومساند لفرقته او للنادي الاهلي او فرق النادي الاهلي بشكل عام في اصعب الاوقات، وده في الحقيقه بيبقى دافع معنوي مهم جدا يا محمد. طيب كلام مهم جدا قاله طبعا زميلنا العزيز كريم احمد والاستعداد لمباراه القمه. هروح لخبر مهم جدا بخصوص عبد الله السعيد، بس قبل ما اقول خبر عبد الله السعيد اقول 3 معلومات والناس هي ليها الحكم عشان الناس تعرف جدول الدوري لما اتعمل، هل جدول بيحقق مبدا تكافؤ الفرص ولا لا يا امير؟ طيب اخر مباراه لنادي سموحه كانت يوم 6 ابريل امام غزل المحله، ثم واجه الاهلي يوم 21 ابريل. يعني الاهلي في ضغط مباريات وسموحه كان مريح 15 يوم. اخر مباراه للمصري كانت يوم 15 ابريل امام الجيش في الكاس، ثم واجه الاهلي يوم 27 ابريل، يعني في راحه 12 يوم. اخر مباراه للجونه كانت يوم 16 ابريل في كاس مصر، ثم واجه الاهلي يوم 30 ابريل، يعني في راحه 14 يوم. خدوا بقى المفاجاه اللي جايه دي. اخر مباراه لغزل المحله كانت يوم 17 ابريل امام بيراميدز، ثم واجه الاهلي يوم 3 مايو، راحه 16 يوم. لكم الحكم. حاجة بصراحة غريبة جدا، في نفس الوقت اللي الاهلي بيلعب فيه مباراة كل 72 ساعة، يعني يبقى مبدأ تكافؤ الفرص، جدول معمول بدون مبدأ تكافؤ الفرص. حاجة غريبة الفرص. جدا حتى لو ليا مباراة مؤجلة حطها لي في نفس توقيت مباراة الدوري اللي بتتلعب اسبوع باسبوع عشان يكون في تكافؤ فرص ما بيني وبين الفرق اللي انا بلاعبها في هذه الفترة. عشان كده برضه يا محمد لازم نوجه رسالة مهمة لجمهور النادي الاهلي اللي اكيد عنده قدر كافي من الوعي واكيد متابع كل ما يحدث في الساحة الرياضية، هو اكيد متابع للفرق اللي بتلعب النادي الاهلي وفترات الراحه ما بين المباراه الاخيره او المباراه الاخيره اللي هم خدوها مش مباريات، انا على الاقل حتى المنافس اللي هيلاعبني ما بقاش مريح 16 يوم بالظبط ويجي في نفس الوقت الاهلي بيلعب كل 72 ساعه، طب ده ازاي يعني؟ طيب فمهم قوي ان احنا نروح بقى لخبر الفرقه خلال الفتره اكيد طبعا. طيب نروح بقى لخبر مهم جدا، انا عارف الناس بتسال وعايزه تعرف لان النهارده الكل شاف خبر مهم جدا وهو متعلق بحكم مركز التسويه والتحكيم الرياضي بإلزام لاعب كرة القدم عبد الله السعيد بأداء مبلغ أو دفع مبلغ 2 مليون دولار أمريكي للنادي الأهلي، قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في نصوص التعاقد في العقد الثلاثي ما بين النادي الأهلي واللاعب عندما انتقل إلى نادي أهلي جدة السعودي. طبعا في حاجة مهمة عايز أقولها في هذا الشأن، يمكن النادي الأهلي كان كلف ساعتها أو في وقتها المستشار حلم عبد الرازق الله يرحمه المستشار القانوني للنادي الأهلي واشتغل على الملف ده بشكل كبير جدا، وكان في معوقات كثيرة بتواجهه في هذا الملف لكن اشتغل عليه لآخر يوم إلى أن صدر القرار النهاردة من مركز التسوية والتحكيم بغرامة أو دفع اللاعب 2 مليون دولار للنادي الأهلي لمخالفته شروط التعاقد مع النادي الأهلي طبقا للعقد. الناس بتسأل أسئلة كتير في هذا الموضوع، أنا مش هدخل في تفاصيل لأن لسه في مفاجآت في الفترة اللي جاية في هذا الموضوع، لكن الناس دلوقتي بتسأل تقول لك مركز التسوية والتحكيم طب إيه علاقته؟ أنا أقول لك إيه علاقته، لأن البعض يقول لك ما هو الفيفا رفض النظر في الشكوى. الأهلي لما راح للاتحاد الدولي لكرة القدم طبقا لشروط التعاقد هي مشكلة ما بين النادي الأهلي وعبد الله السعيد، نادي مصري ولاعب مصري. فالاتحاد الدولي قال لك ده شأن داخلي، ارجع للتسلسل القانوني
في الشكوى في هذا الأمر للجهات القضائية أو الجهات القانونية في هذا الموضوع، فبالتالي اتحاد الكورة لم ينظر في الأمر، فالأهلي اتجه إلى مركز التسوية والتحكيم طبقا للمواعيد القانونية. تمام، الفيفا قال لك شأن داخلي، اتحاد الكورة لم يفصل في الأمر أو فصل والقرار ما كانش في صالح الأهلي، فراح لمركز التسوية والتحكيم. مركز التسوية والتحكيم قال غرامة أو دفع اللاعب 2 مليون دولار تعويضا عن الشرط الجزائي لعدم التزامه بشروط التعاقد مع النادي الأهلي. اعتقد ده وفقا لقانون الرياضه الجديد، لان مركز التسويه والتحكيم لو انت عندك نزاع داخلي مع اتحاد لاعب او مع لاعب بتروح لهذه الدرجات، بعد ذلك تقدر تروح للمحكمه الرياضيه الدوليه مش للاتحاد الدولي لكره القدم. اعتقد كده الامور وضحت للناس عشان الناس تبقى عارفه القرار سليم والحكم سليم، وبالتالي شان داخلي والقرار لمركز التسويه والتحكيم. اتفضل يا امين. هنا السؤال برضو يا محمد، الاهلي كسب من ورا عبد الله السعيد قد ايه؟ طبقا للتعاقد اكيد كتير. الحمد لله داخل ما شاء الله في 50 مليون لو الغرامه دي او الفسخ ده او المفروض يدفعه عبد الله السعيد 2 مليون دولار، انت كده داخل في 50 مليون جنيه النادي الاهلي كسبهم من ورا عبد الله السعيد، لاعب رحل على النادي الاهلي هو عنده 32 سنه، ففي الحقيقه مكاسب كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. خلينا نروح للخبر اللي بعده، والاهلي يهنئ الوداد المغربي بذكرى تاسيسه ال 84. نادي الوداد المغربي احد اعرق الانديه في المغرب وفي الوطن العربي وفي افريقيا، النادي الاهلي حرص على تهنئته من خلال الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، واللي قال فيه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب يتقدم بخالص التهاني لنادي الوداد المغربي الشقيق بمناسبه ذكرى تاسيسه ال 84، متمنيين له دوام التقدم والازدهار. ودايما الاهلي بيكون حريص على العلاقات المميزه ما بينه وما بين مختلف الانديه في القاره الافريقيه، وده من الملفات المهمه جدا اللي بيهتم بها النادي الاهلي. كل سنه واشقانا في المغرب وداد الامه، كل سنه وانتم طيبين، 84 سنه على الانشاء والتاسيس، ان شاء الله نحتفل معاكم بمرور 100 سنه. الاهلي علاقاته قويه بنادي الرجاء العالمي بالتاكيد، ايضا كمان وداد الامه نادي الوداد المغربي، وتهنئه بالتاكيد الاستاذ سعيد النصير رئيس نادي الوداد وكل الاشقاء سواء اعلاميين صحفيين جمهور كل الوينرز بالتاكيد، كمان الاطار الفني والاداري عندهم جماهير كبيره قوي ما لهمش حل. انت اكيد حضرت برضو، انا حضرت ماتشين هناك أكيد. قدام الوداد جمهور فظيع، بس مش زي جمهور الاهلي، اقوى طبعا جمهور الاهلي. طيب لكن مباراه الاهلي وصن داونز، واخر خبر معانا قبل ما اطلع لفاصل واستقبل ضيوفنا، مباراة الذهاب هيديرها الحكم السنغالي ماجيت نداي، ويعاونه الحكم الحاج مالك سامبا المساعد الأول، وجبريل كمارا مساعد ثاني، وعيسى صاح حكم رابع، ومراقب المباراة السوداني الفتح باني أبو بكر، والرواندي نيكيتو إتنسي مراقب الحكام. دي المباراة الأولى هتتلعب يوم السبت 15 مايو على استاد الأهلي والسلام الساعة 9 مساء بقيادة الحكم الدولي ماجيت نداي اللي أدار مباراة الأهلي وبالميراس مباراة الأهلي وبالميراس في تحديد المركز إلا الثالثة البرونزية في كأس العالم للأندية الأخيرة. مباراة الإياب في جنوب إفريقيا هيديرها الحكم الزامبي جاني سيكازوي حكم ساحة، ويعاونه جيرسون إميليو دو سانتوس من انغولا. في تخوف من زيكازوي بصراحه، لا ان شاء الله خير باذن الله نخلص هنا وربنا يسهل هناك. مساعد اول وشدراك ارسينو من موزمبيق، مساعد ثاني والانجوري كارفيلو مارتن رودريجيز حكم رابع، ومراقب المباراه اوغندي يوسف سليمان، ومراقب الحكام الكاميروني رافيل ديفن. وبالتاكيد هذه المباراه هتقام يوم 22 مايو، لكن الملعب والتوقيت في تفاصيل وفي كلام كتير، وعشان ما ناخرش عليكم اكتر من كده بعد الفاصل، وفد نادي سان داونز لاول مره وفد موجود على شاشة قناة النادي الأهلي، العلاقات الإفريقية مع النادي الأهلي على أعلى مستوى وتحديدا مع أشقائنا وأصدقائنا في جنوب إفريقيا في بريتوريا نادي سان داونز. خالد علي المنسق العام لنادي سان داونز، وجولان فالوديا محلل أداء الفريق وعضو الجهاز الفني بعد الفاصل في الأهلي في رمضان، استنونا وتابعونا. والله يا بيبو الاغنيه دي مناسبه جدا جدا للفقره اللي احنا هنبتديها مع حضراتكم دلوقتي، تعالى نكسب افريقيا ان شاء الله الاهلي يكون موفق في انه يفوز باللقب العاشر في تاريخه، بدايه طبعا من دور ربع النهائي هنقابل سان داونز، مباراتين هيكونوا صعبين جدا مع فريق محترم وفريق كبير زي فريق سان داونز، فكلنا مترقبين المباراتين دول. لكن قبل المباراتين دول عندنا طبعا مباراه الزمالك ان شاء الله ننتهي منها على خير، علشان كده احنا معانا فقره حواريه غايه في الاهميه مع وفد سان داونز، معانا الاستاذ خالد علي المنسق العام لفريق سان داونز، وكمان معانا جولام فالوديا محلل الاداء لسان داونز. برحب بيكم، برحب بيك يا خالد وبرحب بغولام، اهلا بيكم منورنا. Thank you very much. اشكركم شكرا جزيلا. It's a pleasure to be here. هو من دواعي سروري ان اكون هنا معكم. منورنا خالد. بوجودكم ودايما مشرفين قناة النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي دايما وراكم وفي ظهركم، إن شاء الله بالتوفيق.
التوفيق فيه. انا عايز اقول لك امير بس ابتسامه خالد يعني مش غريبه عليا، متكرره قبل كده. خالد الابتسامه دي كانت موجوده يوم قرعه البطوله العام الماضي وبتتكرر المره دي. طبعا القرعه كانت اونلاين، كانت افتراضيه، لكن المره دي احنا شفناها بقى في قناه الاهلي الابتسامه. عايز اعرف ردود الافعال للعام الثالث على التوالي في جنوب افريقيا، اول ما الناس لقت بعد القرعه مواجهه متكرره الاهلي وصن داونز، خاصه ان هي مواجهه ليها خصوصيه المره دي في ظل طبعا قياده الكوتش بيتسو موسيماني للنادي الاهلي. اولا احنا بالنسبه لفرقه صن داونز احنا عشريين قوي، بنحب العشره في الفرق. احنا كنا بنلعب الوداد كل سنه، كنا الوداد، فدلوقتي النادي الاهلي كل سنه، فاضل لكم سنه، السنه الجايه كمان احنا هنكون مع النادي الاهلي، وبعد كده هنغير على فرقه تانية. ده التارجت. لو هم اربع سنين. بالنسبه للمواجهه طبعا كانت المفروض تبقى مواجهه في الادوار التاليه مش دلوقتي، بس حظ البطل النادي الاهلي طبعا ان احنا وقعنا في طريقه، وحظنا ان احنا وقعنا في طريق البطل. فالكره زي ما انت عارف يا كابتن محمد في النهايه انت ما بتبقاش بتختار، هو حاجه من اللي بتحصل. المفروض دلوقتي بقى ديربي دلوقتي النادي الاهلي ونادي مملودي صن داونز، ديربي بين الجنوب وبين الشمال. برضو عشان نقفل موضوع الضحكه دي، فسر لنا الضحكه دي ساعتها كانت ايه. انا عارف ان انت طلعت علقت عليها كتير، بس برضو زياده في التوضيح يعني. الضحكه دي كانت لا مش قصدي، انا ما كنتش عايز مواجهه النادي الاهلي، ما كنتش عايز. واتكلمت فيها قبل كده. انا كنت في القرعه وكان محمد معايا قبل القرعه، فكنا بنتكلم على ان النادي الاهلي، محمد قال هيبقى انا ان هو في اعتقاده ان احنا هنقع مع النادي الاهلي. فطبعا قلت له لا، يعني النادي الاهلي 30%. فلما دخلنا جوه زكوره كان ورايا، فكنت بتكلم معاه يعني، قلت له لو لقيت يعني النادي الاهلي الناحيه الثانيه، انت بتاخد الاول السكن، بتاخد الفرقه الثانيه الاول، وبعدين بتروح على البوب بتاع الفرقه الاولى. فقلت له لو لقيت النادي الاهلي وفتحت الناحيه الثانيه لقيت صن داونز، حاول تعديها وتشوف فرقه ثانيه من عشان ما لعبش النادي الاهلي. فهو طلع لما كان على الستيج، انا مركز معاه، طلع النادي الاهلي فانا مركز، انا عينيا معاه هو وانا قاعد قدامه. فتح البوت بتاع صن داونز، قعد 3 ثواني أو 4 ثواني، انا قلت بس هو صن داونز. فلما قال القاعه كلها كانت سامعانه وانا بنقول له ما تجيبش صن داونز. فلما طلعت صن داونز فضحكت غصب عني، يا عم انا مش عايز، انت جايب لي صن داونز مع النادي الاهلي ودلوقتي جاي تجيبه لي، فخلاص هي طلعت عفويه يعني. تمام، كمل بقى كلامك عن المباراه واهميتها. طبعا المباراه طبعا زي ما قلنا هو ديربي بين الشمال وبين الجنوب. لو انت بتتكلم على مدرسه الجنوب اللي هي متمثله في نادي ماميلودي صن داونز، الشمال انت بتتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي البطل بتاع العام الماضي، النادي الاهلي التشامبيونز لمده 9 سنين. حقائق طبعا الجمهور هيطلع ويقول انتوا جايين تتكلموا قبل المباراه، احنا بنقول حقائق على فكره، دي حقيقه موجوده. النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا 9 سنين، النادي الاهلي حامل اللقب بتاع السنه اللي فاتت. المواجهه مش سهله، المواجهه صعبه، وصعبه جدا على الفرقتين، مش بس على نادي صن داونز، كمان على النادي الاهلي. احنا جايين وعندنا طموح، طموحنا ان احنا كمان ناخد بطوله دوري الابطال، طموح حق مشروع لكل فرقه. النادي الاهلي اكيد بيدافع عن اللقب بتاعه اللي هو واخده من السنه اللي فاتت، عايز يثبت للناس ان انا اخدت اللقب، ان انا موجود، ان انا لسه اسد افريقيا موجود زي ما بنقول. واحنا لينا المحاوله وان شاء الله، ان شاء الله يعني جايين كلنا زي ما قلت لك ان احنا نعدي النادي الاهلي، او عدينا النادي الاهلي الطريق بالنسبه لنا مفتوح للنهائي. اللي هيعدي من الفرقتين اعتقد الطريق ان شاء الله هيكون قدامه للمباراه النهائيه ان شاء الله. طيب. باذن الله. انا طبعا عايز اشكركم بامانه، لان انتم يعني لما وجهنا لكم الدعوه تكونوا موجودين النهارده ضيوفنا في قناه النادي الاهلي، كنتوا سعداء ووافقتوا على طول. عارف ان انتوا عندكم ملفات كتير وجايين قبل المباراه باسبوع، وعندكم تحضيرات لحاجات كتير جدا، لكن بجد بشكركم على ان انتوا النهارده نورتونا. وده الاطار العمل الجيد ما بين النادي الاهلي ونادي صن داونز، وفي علاقات متبادله ما بين الناديين. لكن انا عايز اسال غلام، انا حسب قراءتي ومتابعتي لفريق صن داونز، يمكن انت من اهم وافضل محللي الاداء اللي موجودين في قاره افريقيا، ومع نادي صن داونز ليك دور مهم جدا سواء مع الجهاز الفني او حتى في فكره السكاوتنج واللعيبه اللي بتيجي من بره. عايز اعرف الدور ده بتقوم فيه في نادي صن داونز باي شكل، وايه الامور اللي انتم بتنظموها مع نادي صن داونز سواء في المباريات او حتى في اطار السكاوتنج والصفقات والتعاقدات اللي بتعملوها.
مبدئيا أود أن أشكركم وخاصة بالاعتراف بدورنا في تحليل الأداء، فهو شيء جيد. الإدارة الجيدة تعطينا أهمية وتعطينا كافة الإمكانيات، ونقضي أوقات كثيرة نتابع المباريات والفرق المختلفة، وكل محلل أداء له مهام معينة، ونتابع الفرق المنافسة وتحليل أداء هذه الفرق لتقييمها، ونعطي تقييم بشكل عام لأداء الفرق المنافسة، ونضع بعض المعلومات ونضع الأهداف التي نود أن نصل إليها من خلال المباريات، ويمكن أن نحسن أداء الفرق وتصحيح الأخطاء. فيما يتعلق باللاعبين الجدد، كيف يمكن أن أقول، هناك الكثير من التفاصيل التي ننظر إليها، وهناك الكثير من اللاعبين الدوليين الذين ننظر إليهم لجلبهم ولانضمامهم إلى الفريق حتى نصل إلى ما نربو إليه من حيث مستوى الفريق، لنصل إلى أن يكون على المستوى المنوط به والمطلوب منهم. تمام. طيب دي جزئية مهمة جدا، بس أنا برضه عايز أسألك يا جولان بخصوص أنتوا المرة دي هتقابلوا موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز، هو المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، هل ده بيصعب من المهمة بالنسبة لك بما أنك محلل الأداء، ولا بالنسبة لك بيكون أسهل بما أنك عارف أفكار موسيماني وطريقة تفكيره وطريقة خوضه للمباريات تحديدا؟ لا أعتقد الأمر سهل أو صعب، أعتقد الأمر سيكون أكثر إثارة للانتباه لأنه نعرفه من قبل، لكن أعتقد أن الأمر سيكون مثير للانتباه، فهي معركة مثيرة لأن نرى كيف تقدم وكيف تطورت طريقة اللعب وكيف تم تحسينها لنصل إلى الهدف، وأن نلعب بالمستوى المطلوب، وأن نضع كافة مجهودنا في هذا الإطار. نحن عملنا بشكل جيد، ونود أن نؤكد أننا على استعداد لأن نقدم أفضل ما لدينا. تمام. خالد، فكرة التنسيق والأمور اللوجستية كمنسق عام لنادي صن داونز، البطولة السنة دي دوري أبطال إفريقيا كانت فيها ظروف مختلفة عن أي بطولة قبل كده، يعني كنت هتلعبوا الفريق الجزائري شباب بلوزداد في الجزائر، حصلت ظروف الكورونا، رحت لعبته في تنزانيا في اليوم التالي لمباراة سيمبا، رحت تنزانيا ورحت الجزائر عشان تحضر، وكان معاك غلام أعتقد في هذا التوقيت برضو، في عدد من المباريات تنقلتوا في أمور كثيرة، هل مباراة الأهلي بالنسبة لكم المرة دي في الأمور التنسيقية أسهل، ولا بنفس التفاصيل اللي بتشتغل عليها في الفترات السابقة؟ وعايز أعرف برضو رحلتك للجزائر وتنزانيا، إيه الأمور اللي ممكن واجهت صن داونز في هذه المرحلة بسبب الكورونا؟ بداية في دور الأبطال السنة دي مختلف، علشان اضاف ليها الكوفيد تيست. بدايتنا لما كنا هنلعب مع شباب بلوزداد، احنا سافرنا انا وغلام، طرنا قبل الفرقه، دايما احنا بنسافر قبل الفريق علشان نعمل التحضيرات للفرقه قبل ما توصل، اضاف عليها زي ما قلنا من ملاعب تدريب للفنادق للتنقلات بتاعه الفرقه، اضاف دلوقتي السنه دي الكوفيد تيست، ودوت في تريكايه بتبقى موجوده فيها، لان في ناس بتقول لك ممكن الفرقه اللي انت هتلعبها تعمل حاجه للفرقه، لعيب يبقى عندك يعني. الكي بلاي اللعيب المهم اللي عندك لو النبي اللعيب ده بوزيتيف او اي فاحنا علشان بنبقى عاملين كفر الحاجات دي كلها، لازم لعيبتك تبقى انت عارف اللاب اللي انت هتعمل فيه التحليل، لازم تبقى شايفه، لازم تبقى قاعد مع الدكتور، لازم الحاجات دي كلها علشان ما تضيعش مجهود الفرقه من تنقلات، و ممكن يكون لعيب مهم عند مدرب يقعد علشان اي حاجه انت يعني موجود في افريقيا. فطبعا كانت رحلتنا هناك، احنا جينا في اللاست مينت ان هم قالوا ان ممنوع الجنوب افريقيين يروحوا، ده الرولز بتاع الدوله. تقبلنا دوت، احنا كنا موجودين هناك قبل الفريق باربع ايام قبل الفريق ما يطلع. فالمباراه اتغيرت من الجزائر لتنزانيا. طبعا سافرنا من الجزائر انا وغلام، رحنا على تنزانيا، احنا قعدنا 21 يوم ما نرجعش البيت،
من مباراه لحد المباراه الثانيه، لان طلعنا على الدي ار سي الكونغو بعد مباراه شباب بولزداد. فكل الامور دي لازم تعملها في الحسبان. الفرقه الناجحه مش بس في الملعب يا كابتن محمد يا امير، ال 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 الكوره دلوقتي بقت بره اكتر من الملعب. يعني انت لو هتقول 60% في الملعب، في 40% خارج الخطوط، من تنظيمات، من لوائح، من ايميلات، التواصل مع كاف، التواصل انت مين هتلاعب مين، مين هتيجي الملاعب، مثلا ملاعب التدريب انت جاي لازم تنظم. بالنسبه للجزئيه الثانيه، يعني انا في افريقيا كلها، مصر دي بلدي اكيد، يعني انا بالنسبه لي الامور هنا سهله جدا. كمان للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بصراحه فرقه محترفه. ده الموجود زي ما قلنا قبل كده وبنقوله دلوقتي، العلاقات اللي بتبقى دايما بين الانديه هي اللي بتبقى باقيه وهي اللي بتفضل. احنا في تنافس شريف بينا في ارض الملعب، بره الملعب الحاجات دي انت بتساعدني، انا بنساعدك، بتسهل مهمتي، انا بنسهل مهمتك. فالامور دي متفق عليها دايما. النادي الاهلي كان بيساعدنا قبل كده، حتى كنا بنلعب اعتقد فريق اهلي طرابلس لو تذكر 2017، كنا بنلعب اهلي طرابلس، ما كانش عندنا ملعب تدريب. كلمت كابتن سيد قلت له احنا عايزين نتمرن، فقال لي يعني يا مرحب تعالى اتفضل بالفرقه. وكنا رحنا اهلي مدينه نصر، بس طبعا خدنا الموافقات وفي النهايه ما رحناش، بس هو ادانا الموافقه وقال لنا روحوا اتمرنوا. فدي العلاقات الاخويه اللي بتبقى دايما موجوده، حتى لو النادي الاهلي موجود هناك، لو بيلعب اي فرقه ثانيه واحتاج اي حاجه احنا معاه وبنقدم الدعم ليه، ولاي فرقه افريقيه تيجي، لان هو ده المتعارف عليه كابتن محمد، الرياضه دايما فوق كل حاجه، الاخلاق فوق كل حاجه. نتنافس انا وانت في الملعب، بس بره الملعب طبعا لازم يكون في تعاون بين الانديه. انت النهارده عندك لعيب، انا بكره عندي لعيب، انت عندك جهاز فني، انا عندي جهاز فني، طبعا انت فاهم بنتكلم في ايه. فدوت هو اللي دايما بتبقى اللي بنتكلم فيها، حاجه دايما موجوده الانديه بتشتغل عليها. الانديه بتصرف ملايين ومليارات علشان توصل للتواصل اللي هو بين الانديه وبينها وبين بعض. التنافس الشريف زي ما قلنا، بكره ممكن يكون في معسكرات، ممكن يكون في معسكر عندك، معسكر عندي، ممكن تيجي لاي سبب من الاسباب تيجي عندي جنوب افريقيا، ما يكونش في حاجه، انا نستضيفك، انا نيجي مصر انا وفرقتي، انت تستضيفني. هي دي العلاقات الدايمه بين الاخوه والافارقه. دي في الحقيقه جزئيه مهمه جدا يا محمد، لان في بعض الفترات ممكن مثلا الاهلي كان بيرغب في التعاقد مع لاعب من فريق سان داونز طلبوا مثلا مبلغ مبالغ فيه، فالبعض يعني استغل الموضوع ده وقال لك العلاقه ما بين الاهلي وسان داونز مش على ما يرام، العلاقه مش جيده. لكن انت بتاكد العكس، ان العلاقات دايما ما بين ادارتي الناديين ممتازه. هي دي دايما، هي دي دايما اللي موجوده، ودايما هي اللي فوق. انت عايز مني لعيب، انا مش عايز نبيعه لك بمبلغ ما او كده، زي ما مثلا بنيجي عندك لعيب عايز منك لعيب، ده مش معناه ان في العلاقه فيها توتر. انت ده مبلغ عرض وطلب. انت طلبت مني لعيب، انا قلت لك خمس قروش مثلا، انت مش عايز اللعيب خلاص. انا نفس الحكايه لما نيجي نقول لك انا عايز لعيب، ده ملوش دعوه، دي حاجات اداريه ملهاش دعوه بعلاقات على المستوى العالي في الانديه. بتكلم طبعا في رئيس النادي ورئيس النادي هنا، العلاقات دي دايما موجوده. انت تنافس، انت بتتنافس تحت اللي هو على مستوى الرياضي، على مستوى اللي في الملعب. بس الحته الثانيه دي اكيد انت بتدور على اللي يفيد فرقتك، وانا بندور على اللي يفيد فرقتي، فاعتقد ما فيهاش اي مشكله. اكيد طبعا. طيب جولام، انا عندي سؤال واستفسار، لان هي تجربه جديده على كل الناس في القاره الافريقيه. خلال الفترة الأخيرة الكوتش من جوبا والكوتش رولاني مكويني والكوتش ستيفن، الثلاثة كأجهزة فنية أو كمديرين فنيين لفريق سان داونز، هي تجربة جديدة، وكان الدكتور باتريس موتسيبي كان اتخذ هذا القرار قبل ما ينتقل طبعا لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وبنبارك له طبعا من هنا برئاسة الاتحاد الإفريقي. هذه التجربة عايز أعرف اشتغلتوا عليها إزاي، أو نجاحها مدى نجاحها إزاي، لأن أنا شايف نتائج سان داونز من خلال ثلاث مديرين فنيين بيقود الفريق شيء ما حصلش قبل كده، وتجربه ممكن تتكرر في قاره افريقيا. اللي اختصصت ازاي؟ بيشتغلوا مع بعض ازاي؟ التجربه دي مدى نجاحها سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري جنوب افريقيا. اعتقد في البدايه سان داونز فيما يتعلق بالمدرب والجهاز الفني والمساعدين فهم يقودون الفريق
وأيضا يقومون بتنسيق الأمور فيما بينهم. فيما يتعلق بالفريق المثير للانتباه فهم شخصيات مختلفة ولهم وجهات نظر مختلفة، ولكن هذا يتيح لنا أن يكون هناك مناقشات عديدة في لصالح الفريق لتحسين الأداء. ففي بعض الأمور لدينا شخص مسؤول ولكن الأمور ليست بنعم طوال الوقت، هناك جدل، هناك تجاذب لوجهات النظر، وهناك آراء مختلفة لأن كل واحد لديه شخصيته المختلفة، ولكن عندما يتم دمج هذه الآراء فتكون النتيجة فريدة من نوعها. فهم يأخذون الفريق الفني وأيضا اللعيبة يستفيدون من الأفكار التي يطرحونها لأنهم لديهم شخصيات مختلفة كما قلت. والأمر في النهاية هو عمل جماعي، لكن الفكرة بتأكد أنها نتائج ناجحة. نعم أعتقد، ولكن لأننا إن لم نستطع أن نحرز نتائج جيدة ستكون التجربة غير مجدية، ولكن استطعنا أن نخلق أجواء صالحة للعب وأجواء للتفاهم فيما بينهم حتى يعود بالنفع على الفريق، ونجحنا في ذلك. عندي تعليق بس بسيط على حتة الجهاز الفني. احنا ليه دايما في افريقيا بناخد الليدر من اوروبا؟ ليه دايما بناخد الحاجة من اوروبا؟ سان داونز بدأ، ماميلودي سان داونز بدأ بالاتنين كوتشز، انا شايف ان هي تجربة ناجحة. ما ينفعش يبقى في الجهاز الفني المدرب الواحد ده، اعتقد هي سلاح ذو حدين. احنا بنرمي مسؤوليه على جهاز فني علشان يبقى للمساءله لو غلط او اي حاجه، احنا نقدر نحاسب الجهاز الفني، بس انت في النهايه الجهاز الفني انت عندك هنا في مصر او في افريقيا كلها هو مدير فني واحد، انت بتحاسب مدير الفني الواحد. اوكي، مع ان هو عنده جهاز كامل موجود معاه، اذا كان مدرب مساعد ولا مدرب حراس مرمى ولا مدرب احمال ولا محلل اداء ولا 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 ولا. الفرق هنا لو هنيجي ناخدها لقصه يا محمد، قصه لعيب كوره مثلا، لو عندك لعيب فز عايز تجيبه، اوكي، فانت عندك هنا استغفر الله العظيم الحد الموجود ده هو قراره واحد بس. طب افرض انا عندي حد مهم فيدني، انا كحد شايف نظره بتاعتي ان اللعيب ده هيفيد النادي بتاعي. اوكي، لو جاء المدير الفني لاي سبب من الاسباب هو مش عايز اللعيب ده، هو ضيع على النادي فرصه للعيب كويس كان المفروض هيجي. بس انت هنا الفرق لو عندك جهاز فني متكون من اتنين مديرين فنيين بيبقى طبعا القرار الاخير لواحد من الجهاز ده، بس انا قصدي التشاور بينهم بيفيد. لازم يكون في تفاهم بين الجهاز الفني كامل. اذا كان في اتنين مدربين لازم يكون في تفاهم. الحته دي بس علشان خاطر اللاعبين، لان احنا عندنا هنا لو بنتكلم في مصر عامه في سوء اداره في سوء اللاعبين واستجلاب اللاعبين، مبالغ 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 فيها للاعبين، الكواليتي مش على اعلى مستوى. طب مين يتحمل ده في كل الانديه؟ مين يتحمل ده؟ لازم انت يبقى عندك حد بجد العين الخبيره اللي هي تختار اللعيب، وما يبقاش حد بس هو صاحب قرار. مش صاحب قرار لان المدير الفني كده كده هيمشي، طول او اخر او قعد او هيمشي المدير الفني. انا بنتكلم على الحته لو الجهاز الفني ده في لعيب عندي فاز يا امير وما جاش، مين يتسال عليه؟ هي برضو بتطرح سؤال حتى عندنا بالزبط. حتى عندنا لو جهاز فني في لعيب كويس جاله وما اخدهوش بيجي، لا في مساءله، طب اللعيب ده جالك انت ما خدتوش ليه؟ لازم تنزل بالحته دي كمان ماديا. انت 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 ماديا النادي الاهلي مثلا، هناخد النادي الاهلي مثال، النادي الاهلي في افريقيا، النادي الاهلي الاول في افريقيا، خلينا نتكلم بالورق وبكل حاجه، اوكي، نادي القرن في افريقيا، اوكي. لازم يبقى عندك السياسه بتاعتك ان انت مش بس انت نادي جماهيري، كمان انت نادي استثماري. نادي استثماري بمعنى ان انا عندي القاعده، النادي الاهلي ماشي عليها، بس كان في مدربين قبل كده بيجي لهم لاعبين ما كانتش بتوافق على اللاعبين، سواء كانت لعيبه مصريه او كانت لعيبه بره، اوكي، على الانديه الثانيه كمان كانت موجوده الحاجه دي. السماسره اللي بتخش اللي هو فيه سمسار صاحب المدرب الفلاني،
جايب لعيب. الموضوع متشعب جدا. تمام. جدا جدا. فهو هو هنا اللي اخذها الدكتور باتريس موتسيبي طبعا كان قبل ما يروح الاتحاد الافريقي. القرار اللي اخذه الاثنين مديرين فنيين اذا كان كوتش مانجوبا ولا كوتش رلاني وضم عليهم كوتش ستيف كجهاز فني بيتشاوروا مع بعض ودي مفيده جدا للفرقه. البوينت اللي انا عايز نقوله ان جهاز كامل لازم يبقى فيه توافق بينه علشان يفيد فرقه الكوره. تمام. كلام مهم جدا قلته يا خالد وقاله كمان جولام، لكن لسه عندنا تفاصيل ولسه الحوار شيق وفي معلومات مهمه جدا الناس هتسمعها لاول مره عن تجربه سان داونز ومباراتهم مع الاهلي يوم السبت القادم. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الاهلي في رمضان والفقره الحواريه مع خالد علي وغلام فالجي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه المهمه والمميزه. معانا خالد علي ومعانا غلام طبعا وافد فريق سان داونز واللي بيحضر بصوره جيده جدا لمباراه الاهلي ان شاء الله يوم السبت المقبل. ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي وده الاهم. لكن قبل ما ارجع لهم واسالهم بعض الاسئله خلينا نرحب بالشيف معانا النهارده محمد عبد الباقي خطاب. شيف منورنا. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبين وانت طيب وضيوفك طيبين. اهلا بيك. اهلا بيك. هنجي لك كمان شويه نعرف من خلالك الاصناف ايه وكده عشان كمان معانا ضيوف عايزين نسحرهم سحور تقيل، خد بالك المهم يكون تقيل. طيب خالد عايز اسالك بخصوص انتوا اكيد بتتابعوا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها لحد المباراتين كمان ما يخلصوا، تحديدا ضغط المباريات على النادي الاهلي، هل ده بالنسبه لكم عامل ايجابي بما انكم هتقابلوا فريق بيلعب مباراه كل 72 ساعه ولا شايف ان هو عامل سلبي بما انه ممكن على الصعيد الاخر يكون ده معناه ان الاهلي عنده جاهزيه فنيه وبدنيه جيده؟ انتوا بتشوفوا الوضع ده ازاي؟ بالنسبه للمباريات اللي كل 72 ساعه احنا عندنا نفس السيتويشن بالظبط بتاع النادي الاهلي. احنا عندنا برضو بنلعب مباراه كل 72 ساعه، عندنا مباراه بكره. هو زي انت ما قلت كابتن امير، هو ممكن يكون انت بتواجه فرقه واقفه على رجليها وممكن يرجع بالسلب من اصابات، عندنا برضو اصابات في الفرقه من توالي المباريات. اعتقد لما اللعيبه بتكون مريحه اللي هي بتاخد ايام سلبيه بتفرق مع لعيب الكوره حتى بدنيا. بالنسبه لنا احنا كمان احنا ما اتمرناش، لعبنا مباراه يوم الاربعاء، لعبنا مباراه، ريحنا خميس، ريحنا جمعه، النهارده اتمرنا وعندنا مباراه بكره. فهو اضطر ان هو يدي الراحه السلبيه لان احنا عندنا الاصابات العضليه بدات من ماراثون طويل لبطوله الدوري في جنوب افريقيا وبطوله الكاس اللي خرجنا منها من الدور قبل النهائي وطبعا دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي عنده بالنسبه لنا في وجهه نظري ان هي مشكله للنادي الاهلي توالي المباريات اللي كل 72 ساعه مباراه. انا كنت شفتكم محمد بتتكلموا على تاجيل المباريات ان هو ما فيش الاعطاء الفرصه للنادي الاهلي اللي هو يلم انفاسه زي ما بيقولوا. النادي الاهلي عنده اصابات، اكيد متابعين النادي الاهلي، اكيد متابعين الفرقه، اكيد انا من وجهه نظري بالسلب، بس ما اعتقدش الجهاز الفني هو شايفها ازاي. زي ما قلت لك انا وجهه نظري انا لا، هي بالسلب على النادي الاهلي. توالي المباريات على النادي الاهلي اكيد بتضعف من حظوظ اللعيبه، لازم اللعيب في دوري ابطال افريقيا بالذات انت هتلاعب فرقه بتلعب كوره لازم تكون واقف على رجليك كويس. بالنسبه لينا احنا كمان لازم نكون واقفين على رجلينا كويس لان احنا هنلاعب النادي الاهلي. مواجهه خارج الـ 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 ما ينفعش توقع، ما ينفعش توقع طبعًا. الفرقتين زي ما قلنا الاهلي بفرقته بالاكسبيرينس اللي عنده الخبرات اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي، فريق سان داونز الفرقه الثقيله اللي بتلعب كوره، الفرقه اللي جددت جابت لعيبه، الفرقه اللي عندها طموح السنه دي ان هي تعمل حاجه في دوري الابطال. فالمنافسه زي ما قلت لك شديده، واعتقد من وجهه نظر النادي الاهلي محتاج يرتاح بدنيا عشان اللعيبه بتاعته تقدر تكمل في مشوار طيب. الدوري العام ومشوار دوري ابطال افريقيا. بمناسبه الراحه، انتوا كان عندكم مباراه يوم الثلاث او الاربعاء قبل السفر، طلبتوا تأجيلها أو تقديمها؟ اتحاد الكرة اتعامل معاكم ازاي في الموقف ده؟ قصدك الأربع اللي فات ده؟ لا كان عندكم مباراة الأربع الجاي قبل السفر ومواجهة الأهلي. هي دي اللي احنا قدمناها لبكرة. قدمتوها يعني هتلعبوها لحد بدل الأربع؟ احنا كنا المفروض نلعب النهاردة بس النهاردة كان في نهائي النت بانك فما بيلعبوش مباريات في النهائي، هو نهائي الاحترام للبطولة.
فاحنا قدمنا ان احنا نلعب بكره لان بكره يوم فاضي علشان سفرنا ان شاء الله. احنا هنسافر يوم الثلاث، هنوصل هنا يوم الاربع الصبح ان شاء الله علشان نستعد لمباراه النادي الاهلي ان شاء الله في دوري اتحاد الكره. وافق هناك في جنوب افريقيا كانت الامر سهل. انت بتقدم له الاوراق اللي هي بتثبت احنا دلوقتي احنا مسافرين. انت في النهايه بترفع علم جنوب افريقيا، انت بتلعب باسم الدوله. فاعتقد دايما بتواجهنا صعوبات بسيطه، بس اللي هو انت بتقدم اللي يثبت ان احنا مسافرين عندنا مباراه دوليه. فاتحاد الكوره شاف ان هو الفرقه الثانيه لازم تجيب موافقه الفرقه الثانيه وافقت ان احنا نلعب على لان المباراه على ملعبهم هم، فوافقوا ان احنا نلعب المباراه يوم الاحد. فاتحاد الكوره على طول وافق ان المباراه تلعب يوم الاحد. الموضوع بيمشي في اطار تعاوني مظبوط، لان في النهايه فريق صن داونز بما انه بيمثل جنوب افريقيا مظبوط. مظبوط، انت في النهايه بتمثل الدوله، فاكيد لازم الكل يرضخ، لان هتواجه برضو مشكله لفريق اورلاندو بايرتس وفريق كايزر تشيفز عندهم نفس الحكايه. الفرق بيننا وبينهم احنا خارجين بره نلعب بره، هم هيلعبوا على اول ماتش عندهم في الاول. الدنيا اكيد لما يجوا يلعبوا الماتش العوده هياجلوا هم كمان مباريات. تمام. والدوري اعتقد يا محمد احنا فاضلين لنا خمس مباريات يعني قرب يخلص يعني. خمس مباريات فاضلين. طيب غلام عايزين بقى نساله سؤال مهم جدا له علاقه بالتحليل والسكاوتنج. غلام، هل التحليل تحليل افراد ولا استخدام اجهزه وادوات؟ وفي نفس الوقت عايز اعرف المحلل الفني في الجهاز هل هو اللي بيحدد الخطه للمدير الفني للكوتش ولا عيوبه ومميزات بس؟ لدينا أدوات نستخدمها في التحليل، ولكني لا أضع الخطة بمفردي. هناك مشاورات مع المدربين ونضع الخطة اللائمة المناسبة وفقا للمنافس الذي نلعب معه، وفقا أيضا للعيبة المتاحة لدينا، وفقا لتحليل أداء الفريق المنافس. هناك أدوات نستخدمها، هناك أدوات مختلفة. تمام. مش عايز تعرف انت ايه التفاصيل الصغيره، مش عايز يخوض قوي. بالظبط. طب ماشي، احنا عايزين نسالك سؤال مهم جدا يا غلام، بما انك متابع جيد اكيد للنادي الاهلي في المباريات الاخيره وعلى مدار فترات طويله، والمباراه كمان اللي جايه مباراه الزمالك. في وجهه نظرك ومن خلال متابعتك، ايه هي ابرز العناصر اللي بتغيب عن النادي الاهلي وانت شايف ان ده عامل ايجابي بالنسبه لفريق صن داونز؟ وايه هي ابرز العناصر الموجوده في الفرقه المتاحه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني في مباراتي صن داونز باذن الله، سواء الغيابات او اللاعبين الجاهزين ان شاء الله؟ والسؤال هقوله لخالد برضه. أعتقد أن الشيء الهام والنقطة المهمة أن الأهلي لديه إصابات إصابات كثيرة، لهذا قد يجعل المنافسة صعبة وربما هناك مشاكل أيضا في هذا الإطار، وربما يواجه المدرب مشاكل في هذا الإطار في عودة اللاعبين المصابين وكيفية وضعهم وكيفية استخدامهم في الملعب. ولكن لا, لا, لا أستطيع أن أقول لكم ما الذي يجب أن يفعله الأهلي، لأني لست ضمن صفوف الأهلي وليس لدي أن أقول كيف لهم أن يلعبوا أو كيف يحددوا مواقع اللعيبة، ولكن ليس لدي ما أقوله. خالد بص، الضحكة باينة من الأول. أبرز لاعبي النادي الأهلي من وجهة نظرك واللي هم بيرجحوا كفة النادي الأهلي في مختلف المباريات وممكن بإذن الله تعالى يرجحوا كفة النادي الأهلي في مباراة صن داونز، مين هم؟ وكمان الغيابات، شايف مين اللي ممكن يكون بيأثر على النادي الأهلي غيابه؟ أولا طبعا نوجه التحية لعلي معلول يفضل كده شوية. لا إن شاء الله يرجع بألف سلامة. فأقرب أصبر ما تستعجلش، في مفاجأة. وأجاييه كمل، خليك اتمرن كويس ويرجع بعد المباراه. طبعا النادي الاهلي كله نجوم. انا لو هنتكلم على ابرز الغيابات هو معلول واجاييه. الاهلي كله نجوم، الاهلي بيتكلم قفشه، حسين، كهربا، مش عايز ننسى حد، شناوي، ايمن اشرف، لا لعيبه كلها نجوم. انت زي ما قلت لك اللعيبه بتاعه النادي الاهلي بتعرف امتى تكسب، بتعرف امتى تقف، بتعرف امتى لما الجمهور يكون عايزها بتقف. يعني فرقة تهابها. اوكي، فرقة تهابها زي ما قلت لك، وفي نفس الوقت انت اليوم بتاعك هتكون عامل ازاي فيه في الملعب.
حاله اللعيبه في اليوم ده؟ حاله اللعيبه في الملعب ما تقدرش زي ما قلت لك، مباراه دلوقتي بقت ديربي طبعا، ديربي بين الشمال والجنوب طبعا. فرقتين عارفين بعض كويس جدا جدا. اللي زايد من صعوبه المباراه الاثنين هيد كوتش، عارفين بعض كويس جدا، اشتغلوا مع بعض، حافظين بعض، حافظين بعض. انتوا توقعوا زي ما تتوقعوا، الدنيا خارج التوقعات اكيد اكيد من ناحيتين. طيب، الدنيا خارج التوقعات. بمناسبه الاصابات وبرضو اذا كان جولام عنده اجابه على هذا السؤال، ولو خالد انت عندك اجابه على السؤال، يمكن انا ببص على قائمه فريق سان داونز لقيت مثلا المباراه السابقه تيمبا زواني تعرض لاصابه وخرج، وكان في كلام انه ممكن يغيب اسبوع 10 ايام. اوبري موديبا برضو كان عنده اصابه عضليه، روميو إراسموس برضو كان عنده اصابه، جاستن سيرينو بقاله مباراتين مش موجود برضه اصابه. يعني هل بنفس القياس الاصابات اللي في موجود في الاهلي اللعيبه دي ممكن ما تكونش موجوده المباريات اللي جايه، ولا دول لا يكونوا جاهزين واصابات خفيفه؟ لا لا اعلم اذا كانت بنفس وتيره الاصابات مع الاهلي، بعضها هي حدثت مؤخرا، ولكن لا اعلم تماما مدى الاصابات. ولكن بالتأكيد مثل الأهلي هو يود أن يتجنب المزيد من المشاكل ويطمئن على اللعيبة قبل نزولهم إلى الملعب، ويتأكد من أن اللاعبين سيكونون في أفضل صورة. هو مش عايز يقول حاجة يا محمد، ما هو برضه بص زي ما قال لك على علي معلول، أنا بقول هيبقى في مفاجأة، فخلي المفاجآت في. طب خلينا نعرف من خالد زواني أخباره إيه؟ زواني تحديدا هل ممكن يلحق المباراتين ولا هو زي ما قلنا قال لك احنا كنا موجودين هنا لما المباراه لعب وكان زواني موجود وخرج، فما كناش احنا هنا من يوم خالص يعني. اعتقد احنا هنا من يوم الاربعاء فالمباراه كانت يوم الاربعاء نفس اليوم كنا فاحنا وصلنا الاربعاء فاحنا طلعنا الثلاث من جوهانسبرغ، فاعتقد احنا ده ما نعرفوش، بس يوم الاربعاء الصبح لو كلمتني نقول لك القائمه مين اللي جه صح، ساعتها هنعرف اذا تيمبا زواني موجود ولا مش موجود. الجمهور بيسال بس الاربع لعيبه اللي انت قلتهم لعيبه اساسيه عندنا، لعيبه مفاتيح لعب، لعيبه مهمه جدا 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 في النادي، نتمنى يا رب يكونوا موجودين اكيد تمام. والفرقتين معروفين لبعض كمان يعني حتى في صوره مش حاجه تداريها. انا زي ما قلت لك الفرقتين معروفين لبعض، المدربين معروفين لبعض، الجهاز اللي بره معروفين لبعض، الجماهير معروفه لبعض، فاضل احنا وانتوا واحنا عارفين بعض، فخلاص الموضوع خدوه في الاطار دوت لحد المباراه. المباراه اللي لعبتوها في القاهره السنه اللي فاتت كانت تقريبا اخر مباراه بحضور جماهيري كان جمهور النادي الاهلي في موجود في المباراه دي. المره دي انتوا هتلعبوا من غير جمهور النادي الاهلي، بتشوفوا الوضع ده ازاي؟ اولا موضوع الجمهور دوت احنا بنتاثر بيه يعني. لعيبه سان داونز بتحب تلعب بجمهور. موضوع الجمهور ان هو مش موجود في المدرجات موضوع صعب جدا، بالذات دلوقتي مع ازمه كورونا موضوع صعب جدا. الكره معروفه للجماهير طبعا، الكره معروفه، الجمهور لما يكون موجود في الملعب دنيا تانية، اللعيب بيخرج كل اللي موجود عنده، طاقته، لعيب مش في موده، جماهيرك بتدفعه بتزقه ان هو يلعب كوره. النادي الاهلي متعود يلعب بدون جمهور، لو اتكلمنا معلش في الدوري في اخر حاجه الحادثه الشهيره من 2012 اعتقد مفيش جمهور، الجمهور بيخش بس المباريات الافريقيه المهمه. فبالنسبه للنادي الاهلي ونادي سان داونز، النادي الاهلي متعود ان هو يلعب بدون جمهور، بيكون اللعيب رقم واحد لما بيكون بيلعب بجمهور. نادي سان داونز برده متعود يلعب بجمهور، السنه دي بس مفيش جماهير عشان خاطر ازمه الكورونا، اكيد هتاثر المباراه. ما كنتش حابب ان مباراه ماميلودي سان داونز والنادي الاهلي تكون بدون جمهور، كنت بنتمنى تكون بجمهور، بس اللي موجود دلوقتي لازم نمشي ورا الرولز، القوانين بتاعه الدوله لازم نحترمها اذا كانت هنا او هناك. وفي النهايه التوفيق للافضل اكيد ان شاء الله. طيب، الاهلي ان شاء الله. جولام انت عندك تجربه، يمكن تجربه فريده على الاقل حتى في ساوث افريكا، في فكره انك بتروح لامريكا الجنوبيه بتشوف لعيبه من بره ما حدش بيبقى عارفها، بتجيب لعيب ممكن ما يكونش حد عارفه بس بتخليه سوبر ستارز من خلال الدوري في جنوب افريقيا. مش هروح بعيد واتكلم على امريكا الجنوبيه فقط، لا، حتى في الموسم الماضي التعاقد مع بيتر شوليليلي مهاجم النبيبي منتخب نبيبيا لاعب دولي، وخلال هذا العام عامل نتائج مميزه جدا مع سان داونز سواء في دوري الابطال او حتى في دوري جنوب افريقيا. الفكره نفسها، الفكره
أعتقد أن هناك تحدي كبير عندما نذهب لبعض اللعيبة، فالأسعار أعتقد أن الأهلي يواجه نفس المشكلة فيما يتعلق بالأسعار، أسعار اللعيبة باتت جنونية، فقد أدخلنا فلسفة جديدة باستخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل لإيجاد لاعبين مميزين في أوروبا والذهاب لهم لبلدانهم حتى نستطيع أن نرى كيف يلعبون وما الذي يمكن أن نتوقعه منهم، ما الذي يمكن أن يضيفوه. وإذا كنت تتحدث عن سيرينو فيما على سبيل المثال، لماذا تابعناهم؟ لأن أحد المدربين كان قد رآه وكان وضع أولوية لأن يأتي به، لهذا تابعناه كثيرا، فهو لاعب موهوب إلى أقصى درجة ويضع مجهود كبير، وعندما أبرمنا معه اتفاق فكنا نود أن يحدث تغييرات في انضمامه عندما ينضم إلى الفريق. وإذا نظرنا إلى ريكاردو أيضا فنحن نبذل جهد كبير ووقت كبير حتى نأتي بلاعبين متميزين، ولدينا كل الدعم، لدينا أيضا إمكانية للحصول على معلومات عن لاعبين مختلفين. هل بتقعدوا فترة طويلة في المتابعة والسكاوتينج، ولا ممكن بخلال سيزون واحد موسم واحد؟ والمعايير كمان في الاختيار يعتمد، الموضوع يعتمد. إذا نظرنا على سبيل المثال على كاسترو، تابعناه لمدة 3 أشهر و15 مباراة، وأيضا سيرينو تابعناهم ربما على مدار كل أسبوع حتى نرى ونتابع كيف يلعبون مع فرقهم وكيف يلعبون هناك، وإذا كان ما يمكن أن يضيفوا شيئا. دي جزئية مهمة، لكن بالتحديد ملاحظ في فريق زي فريق سان داونز، اللي دايما الانطباع اللي بتاخد على الفرق الافريقيه ان هم بيلجأوا للجانب البدني اكتر، اللاعب اللي عنده القوه البدنيه، لكن احنا بنشوف سان داونز بيتعاقد مع لعيبه بقدرات مهاريه. بالتالي انا عايز اسال جولام على المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار اللاعبين الاجانب اللي يكونوا اضافه لفريق سان داونز. يعني بعض الاحيان بنشوف انديه بتتعاقد مع لاعبين ما بيبقوش موفقين رغم ان هم في الانديه الاخرى كانوا ماشيين بشكل جيد، فالمعايير ايه؟ ايه الاسس اللي بتختار على اساسها؟ عندما تتحدث عن القوى البدنية أعتقد أنك تتحدث عن التكوين الجسماني، ولكن في سان داونز لا نعتمد على هذا بشكل كبير، نحن نعتمد على مهارات هذا اللاعب وسرعته وأداؤه. أيضا نحن ننظر على إمكانياته التقنية وكيف يقرؤون المباراة، وإذا كانوا ما يستطيعون اللعب في إطار فلسفة الفريق بشكل عام وفقا لموقعه في المباراة، وما الذي نتوقعه منهم، ما الذي نتوقعه إذا كان يلعب في وسط الملعب أو في مواقع مختلفة، ونضع معايير معينة إذا ما كان يلائم هذه وينطبق عليه هذه المعايير. طيب. دي أمور مهمة جدا طبعا، وهو برضه ما قالش كل التفاصيل. مش مشكلة عادي. طيب خالد، بعد ما تحدد موعد مباراة الذهاب، الابتسامة دي بتديني تفاؤل على فكرة. طيب بعد ما تحدد موعد مباراة الذهاب الأهلي وسان داونز في استاد الأهلي وي السلام السبت 15 مايو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ماتش العودة أنا حاولت أعرف الميعاد لغاية دلوقتي بشكل رسمي لسه، الملعب لسه، لأن كمان أنتوا السنة دي في دوري أبطال إفريقيا ما لعبتوش على ملعب لوكاس موريبي اللي بتلعبوا عليه كل مرة. هل مباراة العودة يوم السبت 22 مايو التوقيت إمتى؟ ممكن نلعب على ضوء الكشفة؟ الجو هناك دلوقتي في جنوب افريقيا هيبقى عامل ازاي؟ يعني هتفرق نلعب 3 أو 6 أو 9؟ هتفرق ولا مش هتفرق؟ الملعب هل لوكاس موريبي ولا ممكن الملعب اللي اتنقل بالنسبه لكم اللي حتى بيتلعب عليه مباراه رجبي هناك في جنوب افريقيا؟ طيب مبدئيا كده عشان
نقفل عليك. بص الناس كلها مستنيه تسمع الاجابه منك. عشان نقفل عليك الطريق، المباراه الساعه 3 هتكون يوم 22 رسمي الساعه 3، وصل جواب رسمي من الكاف وصل جواب رسمي للنادي الاهلي، علشان بس ما تطلعوش وتقولوا احنا اتفاجئنا. المباراه الساعه 3 في لوكاس موريبا. لوكاس موريبا احنا بنلعب على لوفتس. لوفتس ده الملعب اللي بتلعب عليه مباريات راجبي. اخر مباراتين في الدوري الارضيه من الاستهلاك بالنسبه للراجبي ومباريات الدوري بتاعتنا، حتى خسرنا مباراه كايزر تشيفز عليه كانت المباراه الخساره الوحيده لينا وتعادلنا وخرجنا من الكاس. فمن باب التفاؤل بقى بلاش. لا مش تفاؤل، احنا ما فيش تفاؤل والكلام ده محمد. انت الكوره جهد. الكوره جهد وعرق في الملعب. بالنسبه لارضيه الملعب استهلكت قوي فمش الاسبوع في مباريات للرجبي هتبقى على فكره سيئه على النادي الاهلي وسيئه علينا. فهم فضلوا لوكاس موريبا بقاله شهرين ما استعملش، فهيكون تجهيزه افضل بالنسبه للمباراه. بالنسبه للجو، الجو هناك برد دلوقتي، درجه حراره 10 والرطوبه بالليل 10. مفيش رطوبه خالص. برد، الجو برد برد. معقوله؟ ده جو اوروبي. الجو برد دلوقتي، احنا عندنا شتاء دلوقتي. جو برد، مفيش امطار. فيوم المباراه هتكون درجه حراره 15-16 في اجواء مثاليه تلعب فيها كره القدم، الشمس تكون موجوده وتلعب كره قدم. فعشان بس ما تقعدوش تقولوا انتوا بتلعبونا الساعه 3 والكلام ده كله. فالمباراه الساعه 3 الجمهور يبقى هادي. المباراه الساعه 3 في لوكاس موريبا. بقول لك ايه، ما هو برضه الساعه 3 وتاهلنا عادي. عادي عادي لكل حاجه. لا زي ما قلت لك يا حمد، الاجواء انت زي ما الكوره معتمد على الجهد والعرق. أيوة. وانت ايه في يومك في انا بشوف على الصفحات السوشيال ميديا ناس انتوا هتلعبونا الساعه 3 هتلعبونا. مش باختيارنا ده، اختيارات الكاف علشان الامور البث التلفزيوني والامور كلها. وفي نفس الوقت هو طبعا بيستشير النادي زي النادي الاهلي. احنا هنلعب الساعه 9. طب ليه النادي الاهلي ما لعبناش هنا الساعه 3؟ ليه ما لعبناش في رمضان الساعه 3؟ لا ما هو خلاص بقى الكاف اللي حدد المواعيد بعد رمضان. بس خلاص هو الكاف اللي حدد حظنا. هو الكاف اللي حدد المواعيد. عندنا مباراه الساعه 3 في لوكاس موريبا. تمام. جولام عايز يقول حاجه؟ اسكت. يو وانا سي سمثينج؟ لا اعتقد ان خالد غطى كل الامور. الملعب كان به العديد من المباريات، مباريات الرجبي، لهذا لا يمكن ان نلعب عليه مباراه هامه مثل مباراه الاهلي وسان داونز. نود ان نلعب في افضل مكان يمكن ان يتم اتاحته لنا، وسيتم تجهيز المباراة ويتم أيضا الأمور اللوجستية من حيث النقل المباراة. تمام. في كل الأحوال الأهلي مستعد لكل الظروف اللي ممكن يواجهها. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في المباراتين. قبل ما أطلع الفاصل عايز أسأل سريعا الشيف محمد، إيه الأصناف اللي أنت مجهزها؟ وزي ما اتفقنا هي أصناف تقيلة، عايزين نعرفها بقى. لا أصناف عادية خالص. عادية برضو ماشي. أصناف عادية خفيفة برضو النهاردة. تشجع صن داونز ولا لا؟ لا ضيوفنا. لا ضيوفنا طبعا. أكيد أكيد. النادي الأهلي يعني ليه مبادئ، فمن ضمن المبادئ ما تقدرش تعمل حاجة غلط. سلام، حلو قوي الكلام زي الفل. خلاص هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع فقرة السحور ولسه عندنا كلام كتير مع ضيوفنا الأعزاء في حلقة النهاردة. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل. بالتاكيد بقى فقره السحور مع الشيف محمد عبد الباقي خطاب وضيوفنا النهارده اللي منورنا، وبالتاكيد طبعا سعداء بوجودهم معانا، استاذ خالد علي المنسق العام للشؤون اللوجستيه في نادي سان داونز، والكابتن غلام فالوديا محلل الاداء وعضو الجهاز الفني في نادي سان داونز. امير طبعا بقى فقره مهمه، فقره السحور هنخرج فيها عن الماتش شويه. عايز اعرف انطباعهم بقى بعض التفاصيل والاجواء الرمضانيه تحديدا في جنوب افريقيا. يا خالد ايه الاخبار؟ والله الاخبار الاخبار كويسه. احنا بس جينا هنا مصر بقينا نصوم ساعه زياده. احنا بنفطر في جنوب افريقيا 5:30 والفجر بتاعنا 5:30 يعني 12 ساعه. والجو برد طبعا، درجه الحراره النهارده كانت 10000. فالجو كم؟ 10000. الجو النهارده كان حر جدا. ربنا يكون في عونكم. وخلاص هانت. كل سنه وانتم طيبين. طيب غلام، عايز اعرف انطباعك. انت زرت مصر اكتر من مره قبل كده، يعني حتى في مباراه الزمالك 2016 وجي للاهلي في 2018 و2019 وهذه المره كمان. يعني عايز اعرف هل دي اول مره في رمضان ولا اتكررت كذا مره قبل كده؟
لقد جئت إلى مصر عدة مرات ومصر هي وطني الثاني ولكن هذه أول مرة أتي إلى مصر في رمضان ولكن الوضع مختلف تماما الآن في جنوب أفريقيا اليوم عادي هو يوم عادي ربما أهدى والحياة تدب في وقت الإفطار وعند الاستعداد لكسر الصيام والاستعداد للفطور ولكن في جنوب أفريقيا الوضع مختلف نحن مجرد في المنزل طيب خالد عايز اتكلم معاك على موسيماني شويه هو اكيد كان عارف ان انتوا جايين هل تواصل معاكم استقبلكم استقبال جيد ولا الامور كانت ماشيه ازاي عزمكم على حاجه ولا لا كده يعني لا هو ما يعرفش ان احنا جينا دلوقتي ممكن يكون شايف دلوقتي فاجئ هو ما يعرفش ان احنا جينا واكيد كان عنده مباريات كان مباراه الاتحاد اعتقد وعنده مباراه لا هو الراجل هنا بصراحه ما بيلحقش ياخد نفس بصراحه احنا اتكلمنا فيها قبل كده قلنا علشان خاطر ضغط المباريات وكده فان شاء الله نشوفه في الملعب باذن الله ان شاء الله طيب وجولان من ساعه ما جه الاكل معاه عامل ازاي يعني انا حاسس بيكوا انت اول ما قعدتوا على الاكل زي ما يكون يا جماعه احنا مش قادرين احنا طبعا الفضل يرجع لربنا وليك انت عزمتنا على الفطار يا محمد ما خليناش اي حاجه اكلنا كتير فاحنا مش عارف هو اصلا عنده عقده كان عندي في البيت فكل يوم اكل احنا بناكل بس هناك في جنوب افريقيا الفطار ما بيتسحرش دايما لان في معسكرات مع بعض فدلوقتي عندنا في البيت اللي هو طبعا امي بقى اللي هو انت فطرت اللي هو اكل مثلا بنبدا نتسحر من الساعه 1 نخلص 3:30 اكل 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 فهو زهق من الاكل فدلوقتي برده لازم ياكل فهو هو متعقد من موضوع الاكل ده بالذات يعني ايه انا عايز اعرف رايه ايه اكتر اكل عجبه هنا ايه اكتر اكل عجبك يا ما الذي تناولناه ملوخيه بالتاكيد استمتعت بها كثيرا ولكن هناك شيء حواوشي متعلق بالخبز نعم الحواوشي بالتاكيد ما استمتعت به في مصر كيف تطهون اللحم فهو نضج الى الغايه تطهونه بطريقه غريبه جدا في طاجن كبير بقول له فكرني بس ندي له الفاتوره اللي انا اكلته فيها في البيت عندي عشان يبقى ادفع عما ترجع هو يقصد المبكبكه واللحمه طريقه الطبخ بتاعها عجبته جدا اللي هي الطريقه اللذيذه هو طبعا الاكل هنا فشرت عليا بكره لا انا عايز بقى اغير الاكل المصري عايز اكل حاجه تانية بيتزا اعتقد الراجل تعب تعب مني ودايما لا دايما لما بنسافر يا محمد في معسكرات ما عندوش مشكلة هو دايما انا اللي بنقول له طب ناكل كذا فما عندوش مشكلة عشان ما يزعلنيش حتى هناك ناكل كذا يقول لي اوكي فدلوقتي عشان هو احنا بقالنا من يوم الاربعاء احنا موجودين هنا فبياكل اكل مصري كل يوم كل يوم كل يوم فهو قال لي بقى اليوم بتاعي بكرة فهناكل بقى معاه بكرة الفري بيتزا لا الفري بالنسبة لنا هو حاجة تانية فهناكل معاه بيتزا بكرة ان شاء الله بيتزا اذا انت الحمد لله طيب يعني دي كلها امور يعني مهمة واجواء اكيد بتبقى اكثر من رائعه الاجواء الرمضانيه انا بالتحديد عايز ارجع برضو لمستر بيتسو موسيماني بحكم العلاقه والتواصل الدائم ما بينكم وعايز اتكلم عن نقله وحجم المتابعه اللي للنادي الاهلي والمستر بيتسو موسيماني اثناء تدريبه للفريق خلال الفتره الحاليه اوصف لنا يا خالد الامور في جنوب افريقيا المتابعه عامله ازاي بالنسبه للنادي الاهلي المسانده كمان والمؤازره الموسيماني بتبقى شكلها عامل ازاي اول حاجه الناس في جنوب افريقيا طبعا النقله كانت بالنسبه له كبيره جدا 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 برضو مش عايزين نتكلم انت النادي الاهلي اللي بيضيف للناس مش الناس اللي بتضيف للنادي الاهلي ولو اسم مين موجود النادي الاهلي براند النادي الاهلي زي ما قلت لك هو بيضيف للمدربين يعني اي حد بس يمر من قدام النادي الاهلي انه يذكر اسمك جنب النادي الاهلي اعتقد دي حاجه بتفيدك انت طبعا قبل ما بتفيد طبعاً. النادي بيبقى دايما قايم موجود الناس بتعدي بتمر وبتروح وبتيجي النادي هو اللي موجود النادي هو الاسس والقواعد زي مثلا لو هنيجي نتكلم على ما فيش مقارنات طبعا بس الانديه دايما الكيانات هي دي دايما اللي بتبقى موجوده
اي حد بيجي من بره كان هو موجود، انت اللي بتيجي من بره عليه وبتمشي، انت كعابر سبيل بتعدي وبتمشي من قدام النادي او بتعدي تيجي تدرب فيه وبتمشي، فاكيد الاضافه كانت من النادي الاهلي للكوتش بيتسو. هو مدرب كويس، مدرب جيد، مش انا شهادتي فيه مجروحه، بس في النهايه اللي انا عايز نوضحه ان النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي امر كان. امر مؤكد، لكن التقييم التجربة هناك تجربة حتى الآن مع الأهلي هناك في جنوب أفريقيا، التجربة فوق الرائعة. إن المجلس الإدارة ياخد قرار زي دوت، كان قرار صائب في بعض الفترات، أعتقد دلوقتي أنا في بعض من الجماهير عايزة مستويات وعايزة نتائج. في كرة القدم دايما يا بتضحي بحاجة يا بتضحي بحاجة، يا ريت لو تجمع الاثنين مع بعض طبعا. يبقى لعب ويبقى نتائج. ساعات كرة القدم بتفرض عليك أشياء أنت مجبر عليها. ما تنساش برضو أنه هو جاء ما اختارش القائمة بتاعته، أنا مش بندافع عنه، أنا بنتكلم كلام منطقي. الراجل جاء ما عندوش القائمة، ما حضرش البري سيزون، ما فيش فترة إعداد، ما حضرش أي حاجة، وأنا بنشوف الناس على عليه بتبقى فيه هجوم، بس الهجوم مبرر من بعض جماهير النادي الاهلي، بس في ناس تانية بتخش بتسوق او بتهيج مع الهوجة اللي هي عايزه تفشل النادي الاهلي في بيتسو موسيماني. انتوا يا جماعه انتوا خليكم ورا فرقتكم، زي ما قلت لك المدربين بتروح وبتيجي، اللعيبه بتروح طبعا. وبتيجي، النهايه هو الكيان، انت لازم تبقى واقف ورا فرقتك، ده سيستم ماشي في النادي الاهلي، الانديه كلها بتاخد منه. اعتقد الجمهور لازم يبقى واقف في ظهر بيتسو علشان خاطر النادي الاهلي. اكيد مرحله من الدروب بتعدي ان شاء الله على خير، والنادي الاهلي يرجع يقف تاني على رجليه بعد رجوع الغيابات بتاعته، بعد ان شاء الله النتائج ما تتحسن ان شاء الله، وياخد افريقيا ان شاء الله باذن الله. العشره هي العشره على العشره. طب احنا جايين نعمل ايه؟ طيب النهارده ضيوفنا. طب نستنى هناك. طيب احنا جايين ليه؟ طب ما نقعد بقى هناك، ما نجيش نلعب. لا لا ان شاء الله نشوف ماتش حلو باذن الله من الفريق ان شاء الله. طيب عايز، وانا احنا بنتكلم على تجربه سان داونز ومباراتكم مع الاهلي، ما ينفعش ما نذكرش برضو دكتور باتريس موتسيبي رئيس نادي سان داونز السابق، وهو حاليا رئيس الاتحاد الافريقي، وتجربه بتثبت ان الانديه برضو عندها كوادر تقدر تدير المؤسسه الافريقيه الكبيره الكونفدراليه الافريقيه. يا غلام، عايز اعرف مدى تاثير طبعا رحيل دكتور باتريس موتسيبي، وحاليا طبعا تلوباني نجل طبعا وابن دكتور باتريس موتسيبي حاليا هو رئيس نادي سان داونز، النقله دي شايفها ازاي داخل نادي سان داونز؟ والتارجت كويس وحاجه كبيره نادي سان داونز ان يكون رئيسه حاليا هو رئيس الاتحاد الافريقي. مبدئيا عندما يتعلق الأمر بموتسيبي رئيس الكاف فهو لديه رؤية كبيرة، وهو يعشق كرة القدم ويود أن يراها تنمو وتتقدم في القارة الإفريقية وتصل إلى مستويات عالية. فلقد حاول أن يضيف الكثير في اللعبة، وليس ولكن للأسف ليست كل الفرق الأفريقية لديها الامتيازات التي تتمتع بها الفرق الأوروبية، لذلك فهو يود أن يجد طرق لأن تتقدم الكرة الأفريقية وأن تكون مثمرة أكثر وتكون مفيدة أكثر وأن تصل إلى مستويات الكرة الأوروبية في كافة الدول، ليس فقط في جنوب أفريقيا ولكن في كل الدول الأفريقية. لهذا فهو شيء هام جدا فيما يتعلق بموتسيبي. حتى عندما يتعلق الأمر بسان داونز فكانت أهدافه الرئيسية فيما يتعلق بسان داونز كان يود أن تكون البطولة فيها منافسة أكثر، حتى لا يكون هناك فريق واحد هو المسيطر على المنافسة، أن تكون كل الفرق مستواها عالي وأن يتم ضخ الأموال اللازمة حتى تستطيع المنافسة، وهو يود أن يفعل نفس الشيء في الكاف. وعندما يتعلق الأمر بندلي فالأمر وكأنه كان لربما دائما متواجد في سان داونز، فهو ليس غريب على النادي ولا النادي غريب عنه، فقد أدخل أفكار جديدة وأفكار شابة حتى يرى الفريق
ينمو ويتقدم وفقا لرؤية دكتور موتسيبي السابقة للفريق، فهو يدعم لطموحات وأحلام، ويود أن يضخ أموال كثيرة في الفرق الأفريقية بشكل عام. لهذا هو تقدم لرئاسة الكاف حتى يستطيع تطبيق هذه الرؤية. خالد عايز يقول حاجة؟ عايز يقول على التوباني؟ طبعا بالنسبة للتوباني هو الرئيس الحالي دلوقتي الماميلودي سانداونز، أكيد كان موجود مع الرئيس السابق الدكتور باتريس موتسيبي، هو دلوقتي رئيس الكاف. تكلمنا قبل كده في الموضوع ده يا محمد، هو الرايت مان لأفريكان فوتبول. إن شاء الله يبقى التغيير على إيديه، إحنا عايزين نشوف القارة بتاعتنا إن شاء الله لعيبة زي ما غلام قال وذكر، اللعيبة بتاعتنا تبقى في أوروبا، اللعيبة حقوقها، الأندية حقوقها، البطولات يبقى فيه الفير بلاي، يبقى دايما موجود، انه ان شاء الله من السنه الجايه يكون الفار معمم وموجود إن شاء الله. يبقى بجد الفرق بتاعتنا تكون موجوده على في بطوله كاس العالم ان شاء الله، يزودوا الفرق لان البطوله هتبقى 32 فرقه، ازاي افريقيا يبقى لها مقاعد، ازاي يطور استادات في افريقيا، فطبعا كل دوت موجود. وفي برضو مهمه كبيره على تلوباني بالنسبه لنادي ماميلودي سان داونز، دلوقتي هو في بطوله دوري ابطال افريقيا، طبعا لو اخذ دوري ابطال افريقيا هتتذكر باسمه لان هو النيو تشيرمان، وان شاء الله طبعا حد دارس يعني العلم مع المال، وان شاء الله ربنا يوفقه ونكون عند حسن ظنه الفرقه ان هي تكمل ان شاء الله وتبقى دايما في المراحل المتقدمه في افريقيا، لان سان داونز دلوقتي براند موجود في افريقيا طبعاً. بالنسبه للاعبين وبالنسبه للاداره محترفه، الجهاز فني، مجلس الاداره، بالنسبه للنيو تشيرمان، وان شاء الله يا رب بندعي لهم بالتوفيق اذا كان هو او الدكتور باتريس موتسيبي في رئاسه الكاف. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. خلينا قبل ما نختم معاكم ونقول لكل جماهير النادي الاهلي، وده برضو خبر اكيد مهم، وهي قائمه النادي الاهلي لمباراه الزمالك، مباراه بعد بكره، مباراه القمه، هذه مباراه الهامه جدا. قائمه النادي الاهلي بتتكون من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمود وحيد واحمد رمضان بيكام ومحمود متولي ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم وكهربا، مروان محسن، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، سعد سمير، وأكرم توفيق، وولتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا. دي قائمة النادي الأهلي اللي هتخش معسكر النهاردة طبعا استعدادا لهذه القمة. 25 لاعب في هذه القائمة. أخيرا توقعاتكم لمباراة الأهلي والزمالك وتمنياتكم كمان. خالد تتوقع ايه؟ ابدا بغلام. ماشي غلام، نبتدي بغلام. بما اعلمه من تاريخ بين الاهلي والزمالك، انا اتوقع ان كلا الفريقين لا يود ان يخسر، فلديهم اداره خلف كل فريق، فاتوقع مباراه شرسه، وانا ارى مباراه جيده. تمام خالد، واضحه باينه. خالد كان سيني خالد ما يقدرش يقول ليه واي انا قبل كده. لا اعتقد ان شاء الله هتكون مباراه قويه ومباراه مهمه قبل المباراه بتاعتنا. زي ما غلام قال هتبقى مباراه قويه بالنسبه لي، اكيد كل الناس عارفه فمش ضروري نتكلم. بنتمناها مباراة يا رب خالية من الإصابات للفرقتين، في النهاية فرقتين بيمثلوا الكرة المصرية طبعا، وديربي كبير الناس كلها بتتفرج عليه، هتكون كل الناس متابعة، أعتقد عندنا هتكون متابعين برضو غلام والناس هناك هتكون متابعة المباراة. بنتمنى يا رب تطلع في الأجواء للروح الرياضية، أعتقد إن في هيبقى تحكيم مصري، يا رب يوفقه يا رب عشان المباراة تطلع في الشكل العام بتاعها زي ما قلنا، هي مباراة ديربي، مباراة قوية جدا، وبنتمنى اللي يكون أفضل هو اللي يفوز. وفي النهاية احنا مستنيين يعني هو عشان على المستوى الرسمي فمش قادر يعني على المستوى الرسمي، لكن الناس كلها عارفة. خالد انا بجد قبل ما تختم يا أمير بجد احنا عايزين نشكركم، بشكرك جدا يا خالد على حضورك وسعداء بوجودك،
جلام سعداء جدا بوجودك على شاشه قناه الاهلي، اعتقد ده اول ظهور تلفزيوني ليك خلال الفتره الاخيره اول ما جيت مع صن داونز حتى هنا في مصر السنوات الاخيره، وظهورك بالتاكيد بيسعدنا وجمهور النادي الاهلي سعيد بوجودكم معانا عبر شاشه الاهلي. وانتوا في بيتكم يعني، انتوا مش ضيوف معانا، لا بالعكس انتوا في بيتكم وفي البيت الكبير النادي الاهلي بالتاكيد، نادي القرن في افريقيا، فكلكم بالتاكيد يعني سعداء بوجودكم معانا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. لكن بقى في مراحل في الملعب كلام تاني، اعتقد الجمهور سعيد عشان انا موجود مش عشان هو عشان بس because of me my friend not because of you. No, so you must know that right. نورتونا وشرفتونا. نورتونا يا غلام، نشكرك يا كلب، نورتونا وشرفتنا. دي ورسيس دي طبعا. بيقول لك ايه قبل ما نبدا؟ اتس فاين، قول اكتب يا امير. ماشي طيب، دي كانت حلقتنا النهاردة طبعا من الأهلي في رمضان، حلقة كانت مهمة ومميزة، اتكلمنا فيها في جوانب عديدة بتتعلق بالنادي الأهلي، سواء استعدادات والمباراة الزمالك المقبلة وهذه المباراة الهامة للغاية، وكمان ما بعد مباراة الزمالك مباراتي صن داونز. وكان ضيوفنا النهاردة وفد صن داونز المتواجد في القاهرة كتجهيز لمباراة الأهلي الأولى يوم السبت بإذن الله، اللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي ويتأهل كمان لدور نصف النهائي من البطولة، مش بس كده ناخد العشرة بإذن الله. كل التوفيق للنادي الأهلي. دي كانت حلقتنا، بنشكركم شكرا جزيلا، وبنشكر ضيوفنا وبشكر زميلي محمد سعيد، وتصبحوا على ألف خير.